يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. زي ما عودناكم دايما معانا النهارده فقرات مفيده ومميزه وفنيه بدرجه اولى. بس قبل ما نتكلم في فقراتنا اول اسلم على نوره وعمر. ازيك يا نوران؟ عامله ايه؟ كله حلو؟ الحمد لله. الحمد لله. انت كمان؟ ازيك يا عمر؟ ازيك يا نوران؟ اخبارك؟ ازيك يا نوره؟ ازيك يا عمر؟ عاملين ايه والله؟ الحمد لله العظيم الناس بتحسدني عليكم. انت اكيد بختك قاعد مع قمرتين في الاستوديو. ده طبيعي جدا. ما اعرفوش كمان القمرات ان في قمرات ورا الكنترول. ورا بالظبط. انا بغيظهم اكتر على فكره. ايه الاخبار يا عمر؟ كله تمام. عامله ايه يا نور؟ الحمد لله. الجواز عامل ايه؟ يا ابني في ايه؟ لا لا معانا ايه النهارده يا ابني؟ معانا ايه يا عم؟ معانا اخر فقره بقى صوت ملائكي، يعني صوت كده للقلوب الحلوه والودان الرايقه النظيفه والنفوس الطيبه. رنيم صلاح اسم انتشر على السوشيال ميديا بسرعه جدا، الناس بدات تتابعه تشوفه، صوت قوي، صوت جبلي، يعني انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اقعد افخم ازاي، بس انا مستني الفقره الاخيره بصراحه. حلوه قوي عشان نستمتع كده برنين و فقره فنيه يعني. حلوه قوي. بما اننا برضو كمان بنتكلم بقى عن المزيكا، وفي ناس كده المزيكا شيء اساسي في حياتها، او في ناس بتكون بالنسبه لها هي مصدر للبهجه، مصدر انه بتطلع كل الاحاسيس من خلال المزيكا اللي بتسمعها، وقد ايه هي كمان بتاثر في نفوسنا. عشان كده اعتقد انه من حق كل الناس انها تسمع المزيكا، ولكن في ناس بيكون غصب عنها مش قادرة تسمع المزيكا زي ما احنا بنسمعها، ومنهم ضعاف السمع أو الصم. ده دلوقتي بقوا بيقدروا ان هم يسمعوا المزيكا من خلال حاسة اللمس. هنعرف ازاي بس في فقرتنا التانية. حلو قوي. اما فقرتنا دي فاحنا هنتكلم عن المقبلين على الجواز. يمكن في اتجاه دلوقتي للشباب سواء البنات او الاولاد ان هم يوفروا نفقات والفلوس اللي بتدفع في الافراح والمبالغ الكبيره ان هم يسافروا بيها ويستمتعوا ويعملوا شهر عسل حلو قوي ويلفوا كذا دوله هم ما شافوهاش. وفي بنات تانية بتبقى في حيره اللي هي نفسها تلبس فستان ابيض وتعمل فرح وتتبسط وسط اصحابها وعيلتها وكل الناس يتبسطوا معاها وتبقى ليله العمر زي ما بيقولوا. عشان كده يمكن في ناس بتستغنى عن الفرح وتقول انا هاخد الفلوس دي اسافر بيها، وفي ناس بتستغنى عن شهر العسل وبتقول انا ممكن اسافر في اي وقت لكن الفرح ده بيتعمل في ليله واحده بس من العمر. لكن يمكن احنا معانا حاله غريبه شويه من بريطانيا، عروسه قررت ان هي تعمل الحاجتين، لكن هي ما كانش معاها فلوس تقدر تعمل فرح كبير، فاقترحت اقتراح على اصحابها ان هي يدفعوا فلوس عشان يروحوا يحضروا فرحها. ازاي؟ طلبت من كل واحد 50 دولار يدفعوا زي كده مينيمم تشارج قبل ما يحضر الفرح. طيب فكروا، قالوا طب ما ممكن الناس تحضر وما يدفعوش الفلوس. فقالت لا، انتوا هتحولوا لي الفلوس على الحساب عشان اضمن قبل الفرح، عشان اضمن انكم تيجوا وتكونوا، وهي كمان الفلوس اللي هتتحول لها هتبدا تدفع من الفلوس دي مصاريف القاعه وتجهيزات الفرح. انا مش عارفه، يمكن في ناس دلوقتي بتفكر بشكل عملي بتقول طيب ما ممكن يبقى في اوتنج والناس تيجي تحضر في مكان كلنا بنسهر فيه، فكده كده الناس هتدفع فلوس، فبدل ما يدفعوا في اوتنج طب ما يدفعوا في القاعه اللي انا ايه هحضر فيها اتبسط وابسطهم معايا. مش عارفه انتوا رايكم ايه. انا الاول هعرف راي نوره وعمر في الموضوع ده. يعني مش عارفة، يعني هو في كتفكير في ناس مؤخرا بقت نفسهم ان هم يعملوا فرح، ولكن في نفس الوقت هم ما معهمش فلوس كفاية او ما عندهمش القدرة المادية او نفسهم ان هم يسافروا يعملوا هانيمون حلو، فما بيبقوش يعني بين الحيرة دي. بس يعني بنبتدي بقى ان احنا نبتكر، طب مثلا نعمل كتب كتاب واوتنج بالليل نبقى سهرنا ورقصنا وما دفعناش فلوس كتير، لان كل اللي بيبقى جاي بيحضر هو بيدفع مينيموم تشارج ليه او صح. بيدفع حسابه لنفسه. وفي ناس تانية بتقول خلاص طب انا هعمل ميني فرح، يعني بقى في افكار كتير. بس يمكن ده مش في بريطانيا بس، انا يمكن قريت برضو على الفيسبوك انه في بنات هنا فكروا ان هم يعملوا كده من ناحيه انه طب ما احنا كده كده بناخد نقطه بعد الجواز، يعني في ناس بتنقطنا بتدينا فلوس سواء قبل او بعد، طب ما انا اخد فلوس النقطه دي واعمل بيها الفرح اللي انا عايزاه، ما دام مقتصر على الصحاب القريبين او العيله وهيبقوا هم نقطوني وانا في نفس الوقت عملت الفرح ورضيت الكل. يعني خدت البديل بدل الكراسه الصفراء، الاونلاين ستيتمنت او اللي هو الحساب البنكي. لا بصي كده كده الكراسه الصفراء النقطه الليمبي الكراسه الصفراء يا النقطه. لا هي 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 الفكره موجوده في مجتمعاتنا كلها بس بطرق مختلفه. يمكن احنا هنا شفنا الكراسه الصفراء، وفي ناس ثانيه بتقول مش عارف ايه، والهدايا اللي بتيجي للعرسان بعد الجواز.
في الاول وفي الاخر الاجيال اللي قبلنا او حتى الاجيال المماثله اللي حوالينا كده كده بيساعدوا اي اتنين متجوزين باي شكل. بالزبط. يعني انا شايف ان هتبقى فرض هي دي المشكله، ان هو عشان تيجي فرحي لازم تدفع. دي بتتاخد بقى بحساسيه وشوف عايزنا نعمل ايه، وبيبقى يعني بالمفهوم المصري سيرتهم لبانه في بق كل الناس. واللي يتريق عليهم واللي مش عارف ايه، وكده كده طبعا في الفرح كلنا كده كده الناس بتتريق يعني. بس احنا ممكن نعمل ايه؟ فلوس للي رايحين ينقوا عروسه من الفرح او يختاروا عروسه من الفرح، يعني دول ندفعهم. يعني لو عايز عروسه لو راح يتفرج على عروسه تدفع ده كلام. طب ما تيجي ناخد راي منى. طيب ماشي يا منى، ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله منورانا في انبوكس. ده نوكو متشكره جدا. ايه رايك في الموضوع بتاع انه في بنت في بريطانيا قررت ان هي تخلي اصحابها يدفعوا $50 عشان يحضروا فرحها ويحولوا لها الفلوس على الحساب قبل ما تبدا تجهيزات الفرح؟ هو الموضوع ده بصراحه غريب جدا. انا كنت قريت عنه واستغربت قوي، تحت نفسي بفكر بالطريقه دي. بس في الاول استهجنت الموضوع جدا، بعد كده لما قعدت افكر يعني هو ليه لا؟ ليه لا ان حد يدفع؟ طبعا هي طريقه ان هي ليه حولوا لي فلوس قبل ما تحضروا الفرح وكده؟ بس يعني ليه قصدي ما نستعيدش العريس والعروسه؟ احنا ساعات كتير حابين ان احنا نحضر فرح صحابنا، والفرح فعلا مكلف جدا. فليه احنا ما نساعدهمش بشكل او باخر يعني؟ يعني ممكن بس تقضيها اشيك شويه من ان احنا نحط لها الفلوس في البنك قبل ما نحضر الفرح، لان الطريقه دي فعلا صعبه. هي عشان تضمن بس انه في ناس هتيجي وما تلبسش هي في فلوس الفرح. بالظبط، مع انه في الاخر فرحها يعني. بالظبط. بس مش عارفه يعني، انا الموضوع نفسه استغربته جدا في الاول وحسيت لا صعب قوي ان حد يعمل كده. بس على فكره دلوقتي يعني احنا مش هقول لك بقينا بنعمل حاجه شبه كده، بس دلوقتي مثلا صحابنا ما بيعملوش فرح، بنخرج معاهم او بالظبط بنعمل كل واحد وكل واحد بيتحمل تكلفته. وانا مش شايفه ان دي حاجه وحشه خالص، بالعكس انا شايفه ان دي حاجه عاديه. صح. احنا كمان عايزين نفرح بيهم، واحنا في العادي بنخرج، يعني في العادي احنا كاصحاب كلنا بنخرج مع بعض. ليه ما نعملش حاجه زي كده؟ طب قولي لي يا منى، لو لقيتي حد من صحابك القريبين مثلا كتبت بوست على الفيسبوك او قالت لك انه مش معايا فلوس ان انا اعمل فرح، فانا هاخد الفلوس منكم، يعني شوف انت عايزه تنقطيني بكام بس هاخدهم قبل الفرح، هتعملي ده وهتروحي الفرح ولا ممكن تعمليه وما تروحيش، ولا مش هتروحي؟ لا، لو صاحبتي قريبه مني هعمل كده طبعا، ومفيش اي مشكله، بالعكس انا هبقى مبسوطه ان هي قالت لي هي عايزه ايه وايه اللي يريحها كهديه وايه اللي يناسبها. بالعكس انا شايفه ان دي فكره كويسه جدا. وكمان الفكره دي بقى بتوصل حاجه، ان مش كل من هب ودب بقى يحضر الفرح. صح. اي حد بقى جاي عايز يتفرج على العريس وعروسه وخلاص، عايز ياكل وهو اصلا عايز ياكل، وهو اصلا لا يعرف العريس ولا يعرف العروسه ولا مرتبط بيهم ولا عنده ذكريات معاهم ولا فارق معاه حضور الفرح. صح، هو جاي يتفرج كده الاجواء عامله ايه والعروسه لابسه ازاي. انا صاحبتي عملت كده بالظبط. انا وصاحبتي عملت كده، هعمل كده طبعا، لان انا عايزه احضر فرح. لو هي صاحبه مش قريبه مني مش هعمل كده، مش هتفرق. فبالتالي احنا الاثنين استريحنا. صح. يعني انا شلت من نفسي حرج بتاع مجاملات الفرح، وهي شلت عليها حرج ان هي بالضروره تعزمني. صح. طب انا هسالك سؤال، افرض مثلا الميعاد اللي هم محددين في الفرح لسه المرتب ما نزلش عند ناس كتير، هنجيب لك نقطه منها اكيد هتبقى عيله من قبلها يعني بفتره كفايه. يعني ايه من فتره كفايه؟ يعني اكيد هتبقى اللي بتحجز فرح بتحجزه قبلها بكذا شهر. انت عارفه في احيانا الناس في مصر بتاجل زياره العريس والعروسه لحد ما يتوفر معاهم فلوس ان هم يجيبوا لهم حاجه، او يستنوا على ما يختاروا حاجه مناسبه او كده. ف ولا هو يا بابا اللي بيحجز فرح ده بيحجزه من قبلها بكذا شهر، فاكيد هيبقى عندها مهله كافيه اللي ما قبضش هيقبض الشهر اللي بعدها. مش يعني مش عارفه مصره انك تدفعي له وبتزنقي له وبتظبطي الموضوع عايزه ندفع. عايز اسال منى على حاجه. اساليها. يعني بما ان يا منى مثلا انه في عروسه صديقتنا قررت ان هي مثلا تدفعنا فلوس في الفرح بتاعها، اكيد من حقنا احنا كمعازيم ودافعين فلوس في الفرح ان احنا برضو نختار كل حاجه على مزاجنا، او يبقى لينا راي. صح. في القاعه في لا ما انتوا مش هتزنوها بالفلوس في الديكوريشن في كل حاجه، لان انا برضو ليا او انا مساهمه في فلوس الفرح ده بشكل او باخر. يعني تحبي تحطي رايك في حاجه زي كده؟ يعني حاسه ان دي فرصه ابويه قوي بقى ان احنا نقول لهم اعملوا فرح فين والبسوا ايه وكلوا ايه وكده، يعني كل ده عشان دفعنا فلوس يعني. لا هو تحسيها ذل يا منى، اللي هو انا اديتك فلوس وانا هختار. بالظبط كده بالظبط. وبعدين يا عمرو انت بتموت نقطه تفرد المرتب ما نزلش. على فكره انا لو صاحبتي هقول لها كده وش عادي، هقول لها المرتب ما نزلش وانا مش عارف اعمل كده، يعني ما فيهاش اي مشكله. صح. هو ممكن اخلي واحده صاحبتها هي تدفع لنا وادفع لها، يعني قصدي طول الموضوع يعني اعتقد ان اللي عملت كده هي متاكده ان هيجوا ناس صحابها وناس قريبين لها. صح. بس ده طول ما هو الموضوع صحابك واهلك القريبين ما فيش اي احراج على فكره. بالظبط. شكرا ليك يا منى، نورتينا. نشكرك. معانا كمان ايه، ناخد راي ايه. يعني اشمعنى منى بقى؟ ايه مساء الخير.
الو، ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟ عامله ايه يا ايه؟ ربنا يخليك والله. انا تمام الحمد لله. ايه، انت مع ولا ضد فكره انه الفلوس تدفع قبل الفرح؟ ما فيش مشكله، يعني الموضوع ده بقى منتشر مؤخرا وبقى موضوع لطيف، عشان حرام يعني العريس والعروسه بيبقى عليهم اعباء تانية كتير في الشقه والبيت وتجهيز العيش الزوجيه بقى، فيعني نساهم معاهم في اي حاجه يعني. طب قولي لي يا انتي، ممكن تعملي حاجه زي كده؟ يعني لو انتي نفسك تعملي فرح بس ما فيش قدره ماديه او محتاجه الفلوس هتسافروا بيها، ممكن تطلبي من صحابك انه يا جماعه ادوني الفلوس قبل الفرح واعمل بيهم فرح ولا لا؟ بصي، هو انا مش هطلبها بشكل مباشر اللي هو ادوني يا جماعه فلوس اعمل بيها الفرح، بس ممكن اعمل اوتنج لطيف في مكان ما يكونش غالي قوي والناس تيجي يدفعوا بس حق القعده بتاعتهم والحاجات اللي هياكلوها ويشربوها، بس برضه هختار مكان مش غالي بحيث ان انا ما ادفعهمش او اغرمهم كتير يعني. اوكي، انما مش هطلب يعني فكره الاوتنج يعني. مش فرح كفرح. لا يعني مش يعني، ممكن اكون برضه نفس عروسه عادي واوتنج برضه يكون في مكان لطيف، فيعتبر فرح ميني فرح كده، فاهمه؟ طب فلنفترض يا ايه ان انا جيت فرحكم ودفعت فلوس، افتراض يعني مجازا يعني، دفعت فلوس قبلها ورحت الفرح وانتوا لا قدر الله فركشت، اخد فلوسي من مين؟ اروح لصاحب القاعه اقول له اديني فلوسي؟ ازيك عم بحبك كده؟ ازاي ما فلوسي؟ طيب مين هرجع؟ مين اللي هيرجعها لي بقى؟ فركشوا امتى يعني؟ يوم الفرح؟ يوم الفرح قفشت في حماتها مثلا. يعني بدل ما تواسيني تقعد تلومني او تذلني، يعني انا هبقى دافع وكمان لازم اواسي؟ لا يا جماعه، ده هو محتاج كده اللي يواسيك. محتاج اللي يواسيني الفلوس اللي ضاعت دي. ده بقول لك ما تقلقش. زكا يا عمري، يعني ايه 500 جنيه ولا 1000 جنيه؟ ده انا في عروسه كنديه اشترطت 1500 دولار. ايوه، عشان هم عندهم دي عملتهم، احنا عندنا 1500 جنيه عادي يعني. طب بالمناسبه هي فرحها اتلغى وباظ، الناس القليله اللي دفعوا ال 1500 دولار هيجيبوا ال 1500 دولار منين؟ يروح يستردوها من القاعه. يا ايه نورتينا يا ايه، معلش احنا هنكمل خناقه. ما هي لما طلبت 1500 دولار في فرحها لقيت انه ما حدش راح اصلا، والفرح بقى يعني وحش جدا، وهي اتنكدت وقعدت تعيط. اكيد مش كله دفع، في مش كله ما دفعش، اكيد في واحد اتنين ثلاثه خمسه دفعوا مثلا. انا ما اعرفش اذا كان عدد اللي ما دفعش كان ليه الحق انه يحضر ولا لا. لان البنت العروسه اللي هي البريطانيه اللي طلبت 50 دولار دي كانت خدت عملت لسته باسامي المعازيم وبعتتهم للمسؤولين عن القاعه عشان تديهم الانفيتيشن او الدعوه بتاعت الفرح. دفعت تاخد الدعوه وتدخل، ما دفعتش وعايز تدخل مش من حقك تدخل، زي بالظبط كانك حاجز في مكان وبتدفع مينيمم تشارج قبل ما تدخل. لو انت ما دفعتش او اسمك مش في الليست مش من حقك ان انت تدخل. طب لو انا هحضر الزفه بس لحد باب القاعه وهمشي؟ لا ما اعرفش، بس تيكت. يعني مش فاهمه. طب انت يا عمرو؟ نعم. احكي لي كده. احكي لك ايه؟ ممكن تعمل ده او تقبل ده من حد من صحابك؟ لا، فالفلوس اقبلها طبعا. ان انت تدفع ايه ده؟ لما هيدفعوا لي ماشي. الناس تدفع عادي. الناس تدفع لي ماشي، انما انا ادفع لحد لا. طب انت خلاص اتجوزت يا عمرو، ما علينا. لا. لو واحد صاحبك قال لك اديني نقطتي عشان اعمل بيها فرح، بنعمل كده كتير. طيب يعني عادي، اصحابنا المقربين نقول له بص انت ما عندكش نقطه، احنا ايه قبل الفرح كده هنظبطها، بننصب عليه يعني، ما بتبقاش النقطه كامله. طب ولو صاحبك بقى فركش يا عمرو، بتقول له هات النقطه تاني؟ في حصلت التجربه دي، بقول له ليك نقطه يا في الاولانيه يا في الثانيه، مش هنقعد نقط مش هنقعد نقط كده. انت راجل مزواج يعني، الجوازه الاولانيه او الجوازه الثانيه؟ ايه يعني الجوازه الثانيه يعني؟ يعني لو فركش، لو فركش لما يجي يتجوز ثاني ملوش نقطه. يخطئ ملوش بقى، خلاص انا هحطك مره واحده. بنقف مجهود بس. لا اله الا الله، بيحسبها بالجنيه. ايوه احنا داخلين، ما هو الله، هو عايز يوفر بينه هو ومراته، وانا مش عايز اوفر. يوفر في ايه؟ ما تساعده انت تاخد ثواب. ما تساعده يا ابني، ما انت اكيد اتجوزت وكانت الدنيا مزنقه. ما هو مفيش حد بيتجوز اصلا الا لما تكون الدنيا مزنقه. طيب بالظبط، ده منطقي عادي. فالناس بقى بتتلم بايه؟ بمجاملات الناس اللي حوالينا او الناس القريبين. لكن المجامله لما تبقى فرض ما تبقاش مجامله. ما هي مش فرض. لا فرض، لما اقول ان اللي يدخل الفرح لازم يدفع علشان القاعه تكمل وعشان مش عارف ايه، يبقى انت بتفرح على حسابي. ما انت كمان هتيجي تفرح. لا حول ولا قوه الا، وانا مش ضمني ان انا لما اديكي فلوس هترجعي تديها لي تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ اما تضيع على الكمبياله في الفرح؟ انا مثلا هقول لك على حاجه، زي ما انا كنت بسال منك كده دلوقتي، انا دافعه فلوس في الفرح، يبقى من حقي ان انا على الاقل يبقى المال بتاع الاكشن. لا ده ذل يا نورا، ده ذل يا نورا. على الاقل شكرناها ولا ايه؟ ايوه انا انا شكرتها. على الاقل يا نورا يعني الليست بتاعت الاكل مثلا هي تقول اوبشنز واحنا نختار، بما ان احنا المعازيم وحاضرين، زي ما بتروحي يعني تحضري في اي مكان وحاجزه، الويتر يقول لك او المانجر يقول لك انت عايزه تاكلي ايه، في كذا وفي كذا وفي كذا، فبتختاري. تمام، هي بتبقى اكيد في باكج معين يعني، مثلا طلبت منك كل حد هيدفع 500 جنيه، فال 500 جنيه دي للفرد باكج. لا تعملي الديكوريشن اللي عاجبني. لا مش دافعه. لا يا جماعه انتوا وحشين قوي النهارده.
انت لازم تاخدي بفلوسك. بفلوسي بتكلم بفلوسها حضرتك. يا جماعه انتوا بتعملوا ده بنيه ان انتوا هتساعدوا حد قريب منكم، او بنيه ان انتوا تفرحوه، مش بنيه ان انا جايه اتحكم والفلوس هتترد لي امتى. لا احنا مش بنزل لبعض يعني، يا تعملوا ده عن طيب كده بالظبط، يا ما تعملوش اصلا. انا هي دي القصه، ان هي بتحصل. مفيش حد بيتجوز الا لما بيلاقي كل اللي حواليه واقفين جنبه. صح. وكله بيدي، ما نعرفش بقى اللي بيدي الفلوس قبل اللي بيدي الفلوس بعد. محدش كمان بيحدد المبلغ، لانه محدش يعرف ظروف الناس اللي حواليك. زي ما انت مزنوق، ممكن يكون في ناس كمان حواليك في حد منهم ممكن يكون مش قادر، فما تحددش. انت عارف يا عمرو، انا حاسه ان الموضوع ده مش هيبقى في بريطانيا او في كندا او امريكا بس، انا حاسه انه هيبقى كمان موجود في الدول العربيه. ما انا بقول لك، انا شفت بوست حاجه زي كده كانت موجوده في مصر، بنت وكانت بتسال على جروب من بتوع البنات دول، اللي هو انا مش معايا كذا وبفكر ان انا اعمل كذا. طبعا كان في هجوم كبير جدا عليها انه لا وده عيب، و يعني فيها نوع من انواع قله الذوق ان انت بالظبط جايه تحضر فرح وهي جايه الفرح. وفي ناس كانوا مع الفكره، وليه لا ما دام صحابك القريبين. وفي الاخر بتبقى معظم الاراء انه خلوا الفلوس، اعملوا حاجه صغيره كتب كتاب او ميني فرح او اوتنج او وات ايفر، وبعد كده خدوا الفلوس سافروا. ما هي الفكره في ايه؟ انه يمكن دايما اي فكره جديده مختلفه بيقابلها هجوم، لان الناس ما بتبقاش متعوده عليها. بس مع الوقت لما يكون في شخص او اتنين عندهم جرأه ان هم ياخدوا الخطوه دي ويعملوها، ويلاقوا ان هي فعلا بتتنفذ والناس مقبله عليها، موافقه عليها، ما عندهاش اي اعتراض، ممكن الموضوع ينتشر. فكره انه ناس بتفكر بشكل عملي، انا هعمل ميني فرح زي ما كانت نوره بتقول، او هعمل اوتنج بسيط جدا عشان اتبسط فيه انا واصحابي واهلي. طيب ايه اللي يمنع بقى ان انا دايما بيبقى في كومنت كده انه الناس بتيجي تاكل وتقعد تبص وتنظر على العريس والعروسه، ويقعدوا يقولوا دي لابسه ايه والاكل ما كانش حلو. فاللي هو يعني احنا بندفع فلوس قد كده وبنتعب يعني وبنعزم الناس، وفي الاخر ما بناخدش غير انتقادات. بالظبط. فاللي هو طب طالما انا هعمل فرح، فانا ايه المانع ان انا ادفع الناس اللي هتيجي تتبسط؟ على الاقل لو هم هيجوا ينتقدوا مش هيقدروا يتكلموا لان هم دافعين فلوس. ده بالعكس، ده هيتكلموا اكتر. ده انا دافع بقى فين انت؟ ايه بقى حته الجاتو دي؟ لا مش ده، انا دافع يا حبيبي. على الاقل على الاقل ما يكونوش دفعوا مبلغ كبير وفي الاخر الناس مثلا جايه تنتقد وخلاص، هم مش هيكونوا الخساره كبيره عليهم قوي، تبقى نص خساره يعني. بالظبط. بصوا انا شايفه انه في الاخر خالص فكره الفرد ما بتبقاش حاجه لطيفه، ولكن كنوع من انواع المساعده عادي ان احنا يعني نفرح الناس اللي حوالينا، ولو في قدره ماديه على شيء معين ففي الاخر انتوا اعملوا اللي يبسطكم. لو هتتبسطوا بالفرح اعملوا فرح، لو هتتبسطوا بان انتوا تسافروا سافروا وشيلوا الفلوس، او انتوا اولى بيها في البيت. كل واحد على حسب تفكيره، كل واحد على حسب حسب احتياجاته وأولوياته. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم بقى عن تجربة لطيفة جدا وهي المزيكا، وازاي ضعاف السمع بيقدروا ان هم يسمعوا المزيكا. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما كانت نوره بتتكلم في بدايه الحلقه، مش عارفه انت بتحكي ليه ومبتسمه لك. الله ربنا يخليكم، ربنا يبر بخاطرك. كنا بنتكلم عن المزيكا. كلنا طبعا عارفين ان المزيكا غذاء للروح. المزيكا بتتحكم في مودك، ممكن تبقى متضايق تنبسط، ممكن تبقى خارج مبسوط تسمع مزيكا حزينه تحطك في مود مختلف. في ناس ما تقدرش تعيش الحاله دي، او ما تقدرش تعيش التجربه دي. شيء بيبقى شيء إلهي أو قدري، ضعف سمع، صم وبكم. في بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل إن هم يستمتعوا بالمزيكا. بلجيكا عملت إيه بقى؟ عملت بلجيكا؟ طب ما تيجي نقول قبل بلجيكا طبعا، بما إن الموضوع ده ليه علاقة بإنه ضعاف السمع والصم في المجر، ناس كتيرة قوي فكرت إزاي نخليهم يستمتعوا ويحسوا بالموسيقى زي الناس ما بتستمتع بالموسيقى، وحبوا يسمعوهم سيمفونية أو موسيقى لبيتهوفن من خلال إن هم يا إما يلمسوا الأوتار بتاعة الآلات الموسيقية ويقعدوا جنب الموسيقيين وهم بيعزفوا زي ما احنا شايفين في الشاشة دلوقتي، يا إما في بالونة كده يقدروا يحطوا إيديهم عليها ويتحسسوا زي ما احنا شايفين الضربات أو البيتس اللي بتحصل من خلال البالونة دي من خلال إيديهم. طبعا احنا عارفين ضعاف السمع أو الصم بيبقى إحساسهم باللمس قوي جدا أكتر من الأشخاص العاديين. طبعا احنا عارفين إن الموسيقار العالمي بيتهوفن الألماني الجنسية طبعا هو فقد سمعه وهو عنده 26 سنة، وبالرغم من كده إلى أنه كان عنده شغف بأنه يستمر في عزف وتأليف المقطوعات الموسيقية اللي هي أشهر المقطوعات الموسيقية اللي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي. صح.
ويقال ان هو الف السيمفونيه الخامسه واللي هي كان اسمها ضربه القدر وهو بيفقد السمع، والف السيمفونيه التاسعه بعد ما كان فقد سمعه نهائيا، ولكن السيمفونيه التاسعه دي تعتبر من اعظم السيمفونيات. وعلى فكره كمان السيمفونيه الخامسه واللي هي اسمها ضربه القدر دي يا جماعه هي معروفه جدا، انتوا لو عملتوا سيرش عليها هتلاقوا المزيكا معروفه، المزيكا بتاعتها معروفه جدا، بس هي بتقبض القلب كده لان هي من قوتها وقد ايه فيها نوع من انواع الاراده والتحدي. عشان كده هم حبوا يعملوا التجربه دي، مش بعيده خالص عن الموسيقار العالمي بيتهوفن. بالظبط. انا عايزه اقول لك كمان يمكن رد فعل الناس لما جربوا، الناس يمكن كان في واحده مولوده اصلا وهي مش بتقدر انها تسمع، عيطت خلال الحفله لما لمست الاله الموسيقيه من كتر الاحساس اللي هي اول مره تعيشه او اول مره تجربه. الحفله دي كان فيها طريقتين، يا اما ان انت بتقعد جنب العازف وبتلمس الآلة الموسيقية عشان تحس بالاهتزازات اللي خارجة من الآلة دي، فتقدر ان انت تتخيل المزيكا عاملة ازاي او القوة عاملة ازاي او الاحساس عامل ازاي، او من خلال ان هم بيمسكوا زي بلالين كده علشان يحسوا برضو بالاهتزازات اللي طالعة سواء من الآلة الموسيقية او من السماعات. فيعني انا متخيلة رد الفعل او احساس انه حد بيجرب حاجة لأول مرة، وخصوصا لو كان طول عمره مش بيقدر ان هو يسمع، مش يعني ما حصلوش من خلال حادثة او انه فقد السمع بعد سن معين، فكرة انه حد بيجرب حاجة لأول مرة زي البيبي الصغير كده ما بيبتدي يسمع اول صوت او يشوف اول حاجه او يجرب فكره انه بيشوف الوان مختلفه، اعتقد انها حاجه بتاثر. يعني طبعا حاجه تخلي الواحد يشعر فكره اساسا هي في المجر. طبعا انا قلت بلجيكا في الاول بس هي المجر مش بلجيكا، عفوا عشان نوره ابتسامتها لخبطتني والله يا جماعه. بس على كل فكره انك تستخدم الابداع وتستخدم العلم في انك تفيد الشرائح المحرومه من ده قمه هقول ايه، ده قمه الاحساس وقمه الانسانيه. يا عيني عليك والله، يا عيني عليك. احنا النهارده التلقي الروحي بيننا احنا ثلاثه قوي جدا. ده ما تيجي نتخانق؟ لا والله بجد مش قادرين النهارده. لا مش قادرين، تعبانه؟ لا اجازه يعني. اوكي ماشي، مريحه شويه. احسن والله تعبت من الخناق. بس انك في حاسه معينه بتتشال بتبتدي او الناس تبتدي، ناس كتير وعلماء بيفكروا وغنائيين وموسيقيين وغيرهم ان هم يفكروا انهم يحاولوا يوصلوا لبديل يوصل للي فقد حاسه ده من خلال حاسه تاني، بيقعد يفكر طب ازاي، طب من خلال بالونه، طب الصوت يوصل موجات ومش عارف تعمل ايه، طب الاهتزاز التاثيري بالزبط. يقعد يستخدم نظريات في الصوت وكده علشان يوصل انهم يفيد الناس دي او يخليهم يحسوا زي ما احنا بنحس. لا هي دي قمه الفايده من العلم. صح. انا عايزه اقول لك ان يمكن كمان هنا في ان بوكس كان معانا ضيوف وكانوا صغيرين في السن وكانوا مخترعين زي ابلكيشن كده على الموبايل برضو لضعاف السمع او لصوم يقدروا ان هم يسمعوا من خلاله المزيكا عن طريق الفايبريشن او الاهتزازات بتاعه الموبايل، فسواء بقى في المجر سواء في مصر، ففعلا كل الناس بتحاول تفكر انها ازاي تقدر تسعد غيرها او ان ازاي هي حاجه حاسه بيها وفي ناس ثانيه فاقده الحاسه دي، فازاي اقدر ان انا اساعدهم او اقرب لهم حتى الفكره كنوع من انواع المشاركه والاندماج. كمان حفله المجر، صح انت لخبطتني بلجيكا اللي انت قلتها دي. الحفله دي قائد الاوركسترا اصلا، انا عارف ان لخبطها. قائد الاوركسترا اصلا كان يعني قال بعدها ان هو كان سعيد جدا لفكره انه قدر يوصل الاحساس بتاع المزيكا لكل الناس اللي ما كانتش قادره. فانا كمان بتخيل مش بس احساس الناس اللي سمعت لاول مره ولكن العازفين نفسهم، انه لاول مره في نوع مختلف او مش نوع مختلف، يمكن هي نفس المزيكا اللي بيقدموها بس في شريحة مختلفة هم اللي بيسمعوهم، في شريحة مختلفة بيحسوا بجد بالآلة اللي هم بيعزفوا عليها، فأعتقد برضو مشاركتهم كانت مختلفة جدا. ويمكن كمان ما كانش من خلال البلالين أو الأوتار إن هم يتحسسوا ويلمسوا الأوتار، لكن كمان وزعوا عليهم سماعات فائقة الحساسية إنه تقدر تسمع لضعاف السمع، إن هم يقدروا يحطوها على ودنهم ويسمعوا المزيكا بشكل يوصل لهم بشكل كبير أو يحسوا بيه بشكل كبير. ويمكن دي حاجة زي ما كلنا بنقول إن هي في منتهى الإنسانية، إن أنا أفكر في غيري، أنا مثلا ربنا نعم عليا بإن أنا عندي كل الحواس
الحواس، مفيش حاجه ناقصاني ولكن اللي قدامي ناقصه حاجه، فان انا افكر فيه هو ده يعني المبدا اللي قايم عليه كل الانسانيه، ان انا افكر في غيري. الاختراعات اللي قامت دي كلها اختراعات قامت عشان كلنا، او الشخص العالم اللي كان بيخترع مثلا التكييف او العربيه او الموبايل، هو مش بيفكر في نفسه، هو بيفكر ازاي يسهل الامور الحياتيه على الاشخاص وعلى العالم وبقيه الناس. بالظبط زي ما قلتي كده نوران، يعني فكره ان كلنا نسمع حاجه حلوه اكيد بيكون ليها تاثير قوي جدا جوانا وفي نفسيتنا. المزيكا يا جماعه حاجه كده بتدخل جوه روحك، بتغير فيك، بتغير مودك، بتغير طاقتك. وبما اننا بقى بنتكلم عن المزيكا والاصوات الحلوه، فهنطلع فاصل بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل، يكون معانا رنيم صلاح، هتسمعوا صوت حلو قوي بعد الفاصل. جدا في عالم السوشيال ميديا، ويمكن الفيديوهات اللي هي بتغني فيها وبتتسمع وبتتشاف وبتتشير بشكل كبير على السوشيال ميديا، ده لان فعلا صوتها جميل جدا جدا واحساسها رائع فوق الخيال وفوق الوصف. عشان كده احنا منورانا النهارده رنيم صلاح اللي هتمتعنا بصوتها واحساسها الجميل. رنيم منورانا. ميرسي جدا ليكي. ازيك يا رنيم؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ضحكتك حلوه. ميرسي جدا. مستنيكي من اول البرنامج، من اول حلقه. من اول حلقه. ميرسي جدا. الله. رنيم، يعني في البدايه كده قبل بقى ما نسمع ونغني ونعيش معاكي، حابين نعرف الاول حكايتك مع المزيكا، بدات امتى؟ درستيها ولا لا؟ بتدرسي ايه؟ في الحقيقه انا مجال دراستي مختلف تماما عن الغنى، انا في ثاني سنه في عماره. اوكي. كتير حتى كانوا بيسالوني ازاي ما دخلتيش حاجه تخدم موهبتك دي، دخلتي تربيه نوعيه معهد موسيقى. الحقيقه كان حلمي ان انا اكون مهندسه، ده كان اول حاجه نفسي فيها، الحمد لله حققتها. الحمد لله. حكايتي مع الغنى ابتدت ازاي؟ انا بديته باني دخلت المجال ده اني كنت بعزف، انا بعزف مندولين وانا عندي 8 سنين. من هنا ابتدت اللي هو مزيكا، كنت حابه المجال جدا. من هنا دندنه مع دندنه ابتديت اغني، جت معايا. اوكي. يعني انت ما اتعلمتيش لحد دلوقتي؟ لا خالص. الله اكبر، يعني كل ده ما اتعلمتيش؟ جدا. الله اكبر. قلنا ما شاء الله يا ابني. مين اللي شجعك بقى وساعدك؟ اصحابي كان اول ناس هم اللي بقعد اغني لهم بينا وبين بعضينا، هم اكتر ناس حقيقي ساعدوني وشجعوني ان انا اكون كده لحد دلوقتي حتى الان. طيب. اهلك برضو كان في تشجيع ولا كانوا معارضين شويه الموضوع؟ في الاول بابا كان معارض الموضوع شويه عشان دراستي، كنت اكتشفت الموضوع ده في اعدادي، بس كان ديل بيني وبينه ان انا اوقف ثالثه ثانوي تماما لحد ما ادخل اللي انا عايزاه، وبعدها سيبني ان انا اعمل اللي انا عايزاه. بس ماما دايما اللي كانت بتشجعني الحقيقه، دايما ورايا. انت لسه بتدرسي يا رانيا؟ اه لسه بدرس، لسه في ثاني سنه. تمام. انت يعني ناويه بعد ما تتخرجي تشتغلي في مجال الهندسه وفي نفس الوقت يعني في مجال الغنى، ولا الاثنين حقيقة؟ لا الاثنين حقيقة. أوكي. يعني تبقى مهندسة كده وقاعدة بتبند وتغني في الموقع كده. فكرة المهندسة رنيم صلاح. يعني احنا حابين نسمع منك حاجة. حاضر. نستمتع بصوتك الجميل ده. سمعينا ايه؟ مغرم. بوعدك اني مش هغني معاكي. يا ريت. لو النبي غني. لو النبي. حرام عليك. يا لا لا ويا لا لا يا ليلي يا عيني ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصبري في هوايا دليل الاغنيه دي جدا. وانا جدا حبيت اغنيتي المفضله. صوتك جدا نار كمان. اكتر من صوتك احساسك حلو. ميرسي جدا. انت قلتي في ثالثه ثانوي انك وقفتي.
ما كانش في كده برضو اي حاجه بتغنيها في البيت. باباكي نفسه كان بيقول لك طب غني دلوقتي عادي احنا قاعدين. لا لا خالص. بس ده في فتره ثانويه عامه الفيديو الوحيد اللي نزلته كان فيديو واحد حتى على السوشيال ميديا، ما كنتش مستمره اللي هو افيد بوعدي ان انا لا لا اللي هو في البيت يعني وانت في البيت. اه لا ده شيء اساسي. الاغاني شغاله 24 ساعه. اوكي طيب رنيم، يعني ازاي بقى جت فكره ان انت تعملي فيديوز على الفيسبوك او على السوشيال ميديا؟ اول فيديو عمل بومينج. اول فيديو عمل بومينج هي جت صدفة، كنا قاعدين يلا نصور فيديو، نصور فيديو نزلت، كان فيديو مغرم كان اول فيديو نزلته، قفلت سوشيال بعديها كم دقيقه فتحت لقيت كميه شير فظيع واد، فلو ايه ده. حتى كان راي الناس، راي ناس يعني شيرنج نزليها ساوند كلاود عايزين نسمعها بصوتك بالظبط، فكان ردود الفعل شجعتني ان انا اكمل في الحاجه دي. حلو. طب هل انت بتشاركي في حفلات في الجامعه مثلا؟ بتمارسي؟ هو الحقيقه الكليه واخده مساحه وقتي كتير جدا جدا، 95% من وقتي راح في الكليه، بس اللي مساعدني مش قطع في خيط وصل ما بين الحاجه دي ان انا فكره الكليه، فده شيء مساعد جدا ان انا مستمره في الحاجه دي، مش قطع عنها. احتكاكك بقى مع الجمهور الـ يعني دايما ايه بيتهم الجمهور ان اي اغاني كده بيجروا وراها، وشوف مش عارف اغنيه مين عملت كام مليون والتفاهه بقت ليها مش عارف ايه والقصص دي. احتكاكك انت بالجمهور، الجمهور فعلا ذواق؟ اه حقيقي، يعني حتى في الاغاني اللي بنزلها في اغاني معينه هي فعلا بتلمسهم، هي اللي عملت شوينج جدا يعني. خلاص. طيب رنيم، يعني اكيد انت بتغني في اغاني قديمه وفي اغاني لمطربين موجودين دلوقتي، هل بعد ما غنيتي اي اغنيه جالك رد فعل من حد معروف او مين؟ سهرانه اغنيه اللي نزلتها نداء شراره كانت عملتها شير في الستوري عندها، وكانت عملت لي كومنت على الفيديو ده، وتامر عاشور في الفيديو بتاعي برضو كان حاطه ستوري عنده، فده كان اكتر حاجه يعني شجعتني ان انا اكمل حقيقي. اوكي. في طلب بقى معلش رنيم، يعني عايزين نسمع يا قلبي بتاعت شيرين. يا قلبي كده يا قلبي. بس كده عنيا يعني، عشان انا حاسه ان روحك قريبه من روحي. ميرسي جدا، اصلا كنت مقرره اغنيها. كده يا قلبي حتى مني، كل حاجة حلوة فيا كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني، ويعني ايه؟ يعني أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل عمري ما هقول يوم عليك ماضي هو
عشان اسقف لك انا كنت هناك. ميرسي. طيب اللي جاي بقى ايه؟ اللي جاي انا كنت حقيقي ناوي اركز في الدراسه اكتر، بس خدت قرار ان انا احاول اوازن بين الاثنين. كنت الاول كل فتره وفتره بنزل فيديو على السوشيال، لكن قررت الفتره دي في الاجازه بتاعتي في الكليه هنزل فيديو كل اسبوع ان شاء الله، واهتم جدا بموضوع السوشيال ميديا. حلو. فيديو كل اسبوع لاغانيك بقى ولا الاغاني؟ لا الاغاني معروفه، لسه الخطوه دي عايزه اخدها ان شاء الله بعد ما اخلص كليه. ان شاء الله ان شاء الله بعد الكليه بقى. طب رنيم، مين اكتر حد بتحبي تسمعي له او بتغني له؟ بس الحقيقه اصاله اقرب لقلبي. اصاله بتحبي تسمعيها ولا تغني لها؟ الاثنين. اكتر حد يعني هي مثلك الاعلى في الغنى. نفسي اسمع كتير من رنيم. يعني بس مريحة شوية. اوكي جدا. طيب لو هتعملي دويتو مع حد اصالة برضه؟ خلاص كده لازم نسمع. مش معنى ان الجاي حد بيحب اصالة. اصالة هسألك ايه عن اصالة يعني؟ لا احنا بعد شوية انا عايزين اغنية لاصالة. بس كده يا عالم ان شاء الله. يا عالم الاغنية ولا يا عالم هتغنيها ولا لا؟ يا عالم الاغنية. طب رنيم قولي لي انت يعني بعد ما تتخرجي، حابة طبعا انت تشتغلي في الهندسة. بتفكري برضه انت بليكي اغانيكي الخاصه تتعاوني مع ملحنين تتواصلي مع حد، يعني بتحاولي ان انت تعملي مجهود توصلي للناس؟ هو كتير بيعرض عليا الفتره دي بصراحه ان هو عندنا كلمات وعندنا اللحن. بيعرض عليكي؟ بس حاسه ان انا مش مستعده للخطوه دي دلوقتي، مش هلاقي لها وقت، مش هتطلعها بالحاجه اللي انا عايزاها. فقلت لما تخلص كليه اكون حتى فضيت وقت شويه اطلع الحاجه دي زي ما انا عايزه. مع ان يعني انا شايفه مثلا لما يكون في فرصه شعراء يجوا لك او ملحنين، وفي ناس كتير بيبقى نفسها في الخطوه دي من بدري. بالظبط، والناس لما بتبدا بدري بتوصلي لشهره في سن وانت لسه صغيره يعني. حسيت ان انا عايزه اعمل بيز من الفولورز كويس الاول عشان لما انزل حاجه الاقي اللي سمع لي. بالظبط، ده بس واثقه من نفسك، خطواتك حاسباها كويس جدا. لا برافو عليكي. ميرسي جدا. طب رنيم انت اصلا من اسوان صح؟ عايشه فين بقى، في اسوان ولا لا في اسكندريه؟ احنا مولوده وعايشه هنا في اسكندريه. هناك. تقدري والدراسه برضو الجامعه في اسكندريه؟ في اسكندريه. وبتيجي القاهره هنا تعملي مثلا حاجه خاصه بالغنى ولا لا؟ انا اول مره اجي القاهره حقيقي. ايه ده اول مره؟ معانا هنا؟ معانا؟ ايوه. ايوه اول مره، دايما في اسكندريه اذاعه، لكن هنا اول مره اجي القاهره حد اطلع معاه. احنا مبسوطين ان اول مره تبقي معانا. السبق يعني. عايزين يبقى وشنا حلو عليكي زي ما بيبقى وشنا حلو على كل الضيوف اللي بيبقوا موجودين معانا هنا بصراحه. يا رب. بس لما هتاخدي بقى طريقك انت لوحدك، هتشتغلي في الاغاني اللي هي الهاديه ولا السريع بتاع اليومين دول؟ الهادي. الفاست سونجز. الهادي. هي صوتها كمان هادي عليه قوي، الهادي الطربي. هو ده اللي بحسه. طب ما نسمع اصاله بقى. بس انا كمان عايزه اسمع منك حاجه طرب. طرب حاجه يعني زي ليالينا. في طرب في الكواليس. ليالينا اصاله. لا لا يعني بصي اختاري دلوقتي ايه فيهم. اصاله ممكن نغني لها يا عالم. ماشي تمام. وبعديها اخشي على اغنيه طرب. بصي انت مش راجعه اسكندريه النهارده حتى بعد الحلقه. اوكي جدا. يا عالم هشوفه لو صدفة يوم لا بيجي لي نوم ولا بنسى وفرصة رجعنا بتنقص أكيد وهو بعيد وفي مش معاه ما بتجيش في بالي كأن الحياة خلاص واقفة عنده ورافضة نعيش وبفضل مكاني وبستنى ذكريات وبتأكد اني في غيابه ماليش نصيب تاني ارجع احس بحياة ما سبش لسؤالي
علي لي مجال وبالحرف قال ما فكرش فيه كأن اللي بينا حكاية يومين ما هياش سنين وضاعت عليه وفكرتها كمل وانا مش معاه ما بتجيش في بالي كأن الحياة خلاص واقفة عنده ورافضة نعيش وبفضل مكاني بستنى. هي دي جينات؟ انتوا عندكم حد في العيلة صوته لا خالص يعني انت جاية كده؟ انا اسمي اصلا معناه الطرب بالغناء الحسن. اه واخدتي نصيب من اسمك. رنين برضه رنين برضه احنا زي ما خدناش بالنا من النقطة دي. رنين باينة يا سلام باينة يا نورة على فكرة. اوكي ما خدتش بالي باينة. طيب رنين فكرة الحفلات او فكرة ان انت يبقى ليكي حاجة هنا مثلا في القاهرة او في اسكندرية تقدري ان انت تتواصلي فيها بشكل مباشر مع الجمهور بتفكري فيها دلوقتي ولا لسه بعد الجامعة؟ لا انا الحقيقة عملت اوريدي حفلة في ساقية الصاوي كانت لسه في السنة شهر 11 اللي فات. طب يعني مش أول مرة تيجي القاهرة؟ لا مش أول مرة يجي برنامج. اه اوكي بقول لك انت اتجوزتي وما بقتش مركزة خالص عمر. الحين رنين قولي اغنيه كده ولا اي حاجه اسكت. انت عملتي حفلات في ساقيه الصاوي. طب ممكن يا عمر اسالها بس حاجه عشان انا قطعتك. اتفضلي طبعا يا سلام. بالنسبه للمهرجانات او الاغاني الشعبيه انت شايفه يعني انت رايك فيها ايه؟ او لو مثلا تحبي ان انت تعملي حاجه بغنيها بس باسلوبي باسلوبك مش بالاسلوب الشعبي الدارج. بس انت رايك فيها ايه عموما؟ هو انا مثلا مش بحب اسمع يعني بحس لو انت دماغك في نوع معين خلاص انا بحب اسمع النوع ده من المزيكا بحس التاني دوشه دوشه بس دوشة. يعني في اغاني كتير قوي يعني مثلا في كم مهرجان دلوقتي ظاهرين على الساحه يمكن مثلا بنت الجيران يعني يمكن حصل على عدد مشاهدات مش طبيعي على يوتيوب. وغير كده في اغاني بتكون من الاغاني المهرجانات او الشعبي دي زي اغنيه وداع يا دنيا وداع. أيوة. في بنت مغنيها وصوتها فظيع والمزيكا فعلاً. مختلفه تماما فبتدي زي تقول كده فعلا هو كلامها بيبقى تحفه جدا. بالظبط الكلام بيبقى حلو. الفرق بقى في اللحن والتوزيع ده يعني ما بتفكريش تعملي حاجه كده؟ مش عارفه. انت شكلك سمعتي وداع يا دنيا وداع. وداع ايوه. طب ما تغنيها لنا. مش طب اي شعبي اي شعبي هنطلعك النهارده من كل اللي انت بتحبيه. عايم في بحر الغاد شط الندى مليان دي قلوب مليها شر والبر ماله امان نيجي الخسيس منه اما الاصل الغرقان والقوي في قوته بس على الغلبان شيطان ضحك على الكل. تغيير تغيير انا حبيتها والله. انا ماليش في الشعب قوي يعني. حلوه جدا. طيب ناخد اغنيه تاني ولا ايه؟ عايز اغنيه تاني؟ نفسي انا بس كده وقتنا خلص اصلا؟ ايه ده بجد والله؟ طب ايه ده ما نسمعش اغنيه تاني؟ يعني طب ليالينا احنا بنتحايل على الوقت. براحتك بقى اغنيه بتاعتك انت عايزاه. دي اخر اغنيه هنختم بيها. يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهمك وتقرا اللي جوايا اما عيني تبص لك يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك يا عمري اللي ناقص عمري نفسي اكملك لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف
وندفع سنين تانيين واحبك في العلن. الله رنيم نورتينا جدا، ميرسي جدا، بشكرك جدا، وان شاء الله ان شاء الله يبقى قريب كده ليكي حفلات كتير يا وليكي اغانيك الخاصه بيكي يا رب، وان شاء الله تنورينا مره تانية باذن الله. اكيد نورتينا، ميرسي جدا بيكي. انا اكتر بجد، ميرسي. ميرسي يا نوران. ميرسي يا نوران. ميرسي يا عمرو. انت هتقولي ميرسي يا عمرو الاول على فكره. كده خلصت حلقتنا من ان بوكس النهارده. وقد ايه احنا مبسوطين، احنا هنكمل قعدتنا يا جماعه مع رنيم، بس هنشوفكم بكره ان شاء الله على خير. باي باي. مشاهدينا وفكرة جديدة من عيش صح. كتير من الأهالي بيكونوا خايفين على بناتهم من اعتقاد أن جراحة السمنة ممكن تأثر على قدرتهم على الإنجاب، والحقيقة أن ده مش صحيح أبدا. اللي ممكن يأثر على الإنجاب هي السمنة نفسها، مش الجراحة اللي بتعالج السمنة. وأثبتت الإحصائيات الصادرة من تقرير منظمة الصحة العالمية أن 50% من النساء و44% من الرجال بيعانوا من السمنة، ودي طبعا نسبة كبيرة جدا تخلينا ناخد وقفة هنا. السمنة مش بتأثر بس على الشكل الجسم الخارجي، لا، هي تأثيرها وأضرارها بيمتد للصحة بوجه عام. هنتكلم في فقرتنا النهاردة عن تأثير السمنة على الإنجاب وإزاي نقدر نواجه شبح السمنة مع الدكتور اللي منورنا النهاردة، دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، مدير وحدة جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. دكتور أهلا بحضرتك ودايما منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا. يمكن يا دكتور موضوعنا النهاردة مختلف عن كل المواضيع اللي بنتكلم فيها. في ناس كتير عندها سمنة مفرطة، بناتهم في البيوت عندهم سمنة مفرطة، يمكن يكونوا بيخافوا شوية من فكرة ان احنا نعمل لها عملية جراحية، خصوصا لو هي لسه ما تجوزتش، علشان ده ممكن يأثر بعد كده على الانجاب. ولكن المفهوم الصح اللي احنا هنقوله النهاردة ان العكس تماما هو المظبوط، ان وجود السمنة المفرطة عند البنت بعد الجواز هو اللي ممكن يعمل عندها تأخر في الانجاب. ايه علاقة السمنة يا دكتور بالانجاب؟ علشان لازم النهاردة نثبت المقولة الغلط ونصححها بالمقولة الصح. تحية لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا انه السمنة في مختلف الامور لها مشاكلها الكتيرة، يعني يعني قد تكون مرضية وقد تكون نفسية وقد تكون يعني بتكون في صورة مثلا تأخر انجاب في سن صغير. فطبعا في السن الصغير اللي هو سن الجامعة اللي هو ما قبل الزواج، السمنة يعني بيبقى لها مشاكل اجتماعية أكتر من المشاكل المرضية. صحيح. أنا أعرف بنات في الجامعة بتقعد سنين ما بتروحش الدراسة بتاعتها عشان تنزل وزنها الأول، ومش قادرة تواجه المجتمع يعني. فالحاجة التانية بيبقى في نسبة كبيرة جدا من السمنة بيبقى بتأخر سن الزواج من الأصل. تمام. وحتى لو تم الزواج الوزن الكبير بيقلل فرصة الإنجاب. تمام. وأحيانا كتيرة جدا إحنا بنشوف دكاترة النساء بيبعتونا العيانين اللي هم يعني بيحاولوا معاهم محاولات كتيره ان هم يساعدوهم في الانجاب دون جدوى، وفي الاخر بيبعتوهم عشان ينزلوا وزنهم الاول بحيث ان هم يقدروا يخلفوا بدون اي ادويه او بدون اي حقن او بدون اي مشاكل. اللي بيحصل ان الام عايزه تقدم لبنتها احسن حاجه او ابنها احسن حاجه ما قبل سن الزواج، يعني بيبقى خايفه عليه، مش عايزه تعمل له فعلا جراحه ولا عايزه تعمل له حاجه. لكن الحقيقه طبعا ما فيش حل خالص، يعني اذا كان في هناك سمنه مفرطه مش هيكون في غير العمليات
يعني زي التكميم او التحويل في بعض الناس اللي عندها مشاكل زي السكر او وزن زياده بقى فوق ال 150 ريجاردلس الايج، يعني بغض النظر بقى السن قد ايه، هو هيعمل عمليه، ده الانسب والاحسن والافضل، وده اكوردنج للجايد لاينز، ده طبق الاعراف الطبيه الموجوده، الحل الوحيد هو العمليه. طيب انا بقى كاب او ام، انا بقدم حاجه كويسه لابني او بنتي ولا ما اقدملهاش حاجه كويسه؟ لا، العمليه دي من زي تكميم المعده او تحويل المسار، هي عمليات دلوقتي بقت تجرى بالمنظار بقالها يمكن 20 سنه، فتحات صغيره جدا، وعدد الفتحات طبعا بيقل، حتى الفتحات بتبقى صغيره جدا، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى وبيرجع لنشاطه الطبيعي بعد العمليه. حضرتك ما تتخيليش مدى الرضا اللي يكون فيه الاهل لما يشوفوا ابنهم او بنتهم حياته كويسه، ابتدى يبقى كويس، بيملى الفيسبوك والسوشيال ميديا صور، وبيحضر مناسبات، وثقه في النفس دكتور يعني. فعلا يعني الوزن الزايد بيحبس الـ 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 الطفل او الـ او الـ السن الصغير او الشاب يعني نفسه جواه الحقيقه. والبنت كمان ما بتستحملش كلمه، يعني هي ممكن يعني نظره حد ليها بصوره صحيح. بيعمل لها اندر استيميشن رهيب، وبيعمل لها عدم شعور بالثقه اللي هي اللي ممكن تعيش بيها، بيهزمها نفسيا. صحيح. وبالتالي احنا دايما بنقول للاب او الام، فعلا بيبقى حوار متبادل، يعني انا مش دايما بيقولوا المريض بس انا ببقى حاسس بيه، هو بقدم خطوه وباخر خطوه ثانيه بحيث ان هو عايز يعمل حاجه كويسه وخايف من ان هو ياذي طفل البنت او الولد اللي هو مقبل على الزواج او في سن الجامعه. لا بالعكس، انا بقول ان العمليات دي امنه جدا، بس طبعا اختار المكان اللي تعمل فيه، جهز ابنك كويس او بنتك كويس، يعني الحاجات دي محتاجه تتعامل كويس، لان احنا فعلا عايزين نحسن لهم اللايف ستايل. احيانا ممكن تعمل عمليه ويعيش طفلك او ابنك او بنتك طول عمره تعبان بسبب يعني ان انت اثرت معاه في تحضير، اثرت معاه في اجراء عمليه، اثرت معاه في حاجه كويسه. واحيانا وطبعا القاعده الطبيعيه، احنا طبعا بنقول ان العمليات دي لما بتيجي تمشي امورها كويسه، تتحضر كويس، تعمل عمليه مظبوطه، حياه الطفل او الابن او الشاب او الشابه في سن صغير بتحسن حياته جدا للاحسن طبعاً. على يعني مدى الحياه. عايز اقول حاجه، انه البنت اللي هي اتاخرت عن سن الزواج، اتاخرت عن الانجاب، وحياتها بتصل الى، انا لازم اقول الكلام ده، ان فعلا في حالات بتيجي طلاق بسبب السمنه المفرطه. صحيح. ده بيحصل كتير جدا، احنا لازم طبعا بنواجه، احنا مش طبعا بنقول كلام، دي مواجهه يعني طبعا هتفتكر انه الاب والام اذا ما كانوش يساعدوا اطفالهم او يساعدوا اولادهم او يساعدوا بناتهم في السن الصغير ان هم ينزلوا وزنهم، فعلا هيبقى مسؤوليه ازيد فيما بعد. صحيح. وتمنها هيبقى اغلى فيما بعد. اذكر يعني في حالات كثيره جدا بتيجي متاخره في الانجاب، دكتور النساء بعتها نزلي وزنك، بتروح تخلف من غير ما ترجع تاني لدكتور النساء مره ثانيه. طبيعيه خالص. لانه الدهون طبعا يعني تكيسات في المبيض، اضطراب هرمونات، كل مشاكل، حتى عند الرجال الدهون بتحول الهرمونات الذكوره الى هرمونات انثويه. صحيح. وبالتالي بتاخر سن الانجاب، في صعوبه كبيره جدا. السيلف كونفيدنس والثقه في النفس حتى من غير يعني حتى معالجه الامراض المصاحبه الثانيه، انا شايف ان دي كفايه فقط، لانه احيانا بيبقى المشكله فقط اجتماعيه او نفسيه. الشاب مش قادر يخرج، البنت مش قادره تواجه المجتمع. صحيح. بيبقى في هزيمه نفسيه واضحه جدا. ويمكن كمان يا دكتور يعني من كلام حضرتك ان احنا النهارده مش بنخص الستات بس او البنات بس اللي هم لسه ما اتجوزوش، الشباب كمان علشان برضو ما نبقاش متحاملين على دايما البنات ونقول هي وزنها زياده فهي مثلا السبب في عدم الانجاب، لكن زي ما حضرتك قلت بنشوف دلوقتي حالات كتير ان بيكون السبب من الرجل، لان هو اللي عنده سمنه مفرطه وعنده مشاكل بسبب السمنه المفرطه دي، ولكن سواء من الراجل او من الست، بحل مشكله السمنه دي احنا يمكن حلنا مشاكل كتير قوي في الحياه احنا ممكن نكون كمان مش عارفينها، يعني يمكن في مشاكل هتظهر بعد كده احنا مش عارفينها، مش بس هنا عدم الخلفه او تاخر الانجاب، ولكن هتظهر مشاكل بعد كده احنا تلاشينا كل ده بحلول مشكله السمنه من البدايه. تمام؟ بالظبط طبعا، يعني زي ما قلنا كل الامراض حتى المصاحبه، يعني في اطفال او في سن صغير بمشكلته فقط ان هو عنده اضطراب في النفس اثناء النوم، مش قادر طول الليل، بيشقر، نفسه مقطوع، بينام بالنهار، حتى ممكن ينام اثناء السواقه من كتر. انا شفت عيانين بتنام في المكتب وانت بتاخد منها هيستوري او بتفحصيها ما بيقدرش، يعني عيان حتى يعني من يعني دي حالات
بعد اسبوع من اجراء العمليه انقطاع النفس اثناء النوم خالص بيشفى تماما، ما بقاش فيه اي مشاكل خالص بعد اجراء العمليه. دي قد تكون مشكله واحده بس. تمام. احنا يا دكتور معانا كمان حاجه مهمه جدا جدا، يمكن في ناس بتعدي من مرحله يعني ان هي اتجوزت وحصل حمل يعني، ولكن هي بتبقى يعني حالات بسيطه طبعا احنا بنشوفها، لان اغلب السيدات او الرجال اللي عندهم سمنه مفرطه بيحصل شويه تاخر انجاب، ولكن هنا حصل الحمل الطبيعي. مرحله الحمل يا دكتور مع وجود السمنه المفرطه عند السيده بتعدي ازاي؟ والجنين ده لحد ما يوصل لميعاد الولاده هل في خطر عليه في الولاده؟ هل في خطر عليه بعد الولاده؟ ولا بتعدي بقى المرحله دي كده ازاي؟ هي طبعا اكيد بيبقى في لود جامد جدا على استشاري النساء ان هو يتابع الحاله دي، بتبقى في منتهى الخطوره وبتبقى طبعا محتاجه كير زياده من يعني اخصائي او استشاري النساء، وبتعدي يعني طالما حصل حمل ان شاء الله يعدي يعني، لكن طبعا بيبقى في فرصه لإيجاد اكتر، في فرصه حتى هم الجراح نفسه جراح النساء العامه القيصريه بيبقى متعذب فيها لان الوزن كبير والسمنه بتبقى زياده، طبعا مشاكل كتيره جدا جدا جدا، واللي بيدفع ثمنها المريض وجراح النساء او الدكتور اللي هو بيتابع الحمل اثناء فتره الحمل يعني. طب يا دكتور هل في مثلا يعني خطوات ممكن نمشي عليها لو السيدة حصل لها حمل وهي أرادي عندها سمنة مفرطة علشان نكمل الحمل ده على خير؟ يعني مثلا لو هي راحت لطبيب السمنة علشان يعدي معاها مرحلة الولادة دي على خير، هل في حاجة ممكن نمشي عليها أو خطوات لحد ما يتم الحمل وبعد كده نقوم بعملية جراحة السمنة، ولا بيبقى الموضوع صعب هنا شوية؟ لا مش صعب ولا حاجه. هو طبعا احنا بيبقى في فريق معاون من التغذيه العلاجيه بيبقى متابع مع دكتور النساء، لان طبعا دايما اي العلاجات والفيتامينز واي ادويه للتخسيس في فتره الحمل لازم تكون تحت اشراف اثنين، دكتور التغذيه ودكتور النساء، لازم يشرفوا الاثنين على بعض مع بعض في فتره الحمل. لكن الموضوع بسيط؟ لا بسيطه جدا. تمام، هنطلع مع بعض نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي هاله شاكر، وزني 118، سني 33 سنه. هعمل عمليه تكميم معده مع دكتور كريم صبري. بصراحه لجأت العمليه يعني بعد تعب، لفيت على كل الدكاتره عشان موضوع الخلفه وكده، فكل الدكاتره اجمعوا اللي انا لازم اخس، وبعمل رجيم كتير قوي ومفيش اي نتيجه، فقررت ان انا اعمل عمليه مع دكتور كريم صبري وانا متابعاه بقالي سنتين. هعملها النهارده ان شاء الله، تابعوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي هاله شاكر، عملت عمليه تكميم معده مع دكتور كريم صبري وطلعت من 5 ساعات، الحمد لله انا كويسة وبخير وتمشيت اكتر من مرة، وجد يعني عملية سهلة وبسيطة خالص. يعني بصراحة الدكتور كريم وكل التيم بتاعه ناس محترمين، ما حسسناش باي حاجة، ويعني انا بنصح اي حد بجد عايز يعني يعيش حياته كويس يجي لدكتور كريم صبري. بنطمنكم على مدام هاله ما بعد تكميم المعده الحمد لله هي كويسه. يعني احنا بس عايزين نوصل رساله ان عمليه السمنه المفرطه في خلال ساعات قليله بنبقى كويسين. احنا عايزين نعدل التقنيات الى التقنيات الاحدث شويه، بحيث ان احنا نتكلم على الفاست تراك بس خلال 12 ساعه المفروض تخرج من المستشفى. مش صح ان احنا في بعض المراكز ان احنا نعلن اننا بنقدم خدمه اقامه يومين في المستشفى من بعد العمليه، ده مش صحيح خالص، وده مش موجود عالميا دلوقتي في يعني في التقنيات الحديثه. الناس بتخرج خلال 12 ساعه وده اللي احنا بنقدمه في مراكزنا دلوقتي، بنوفر على العيان اقامه في المستشفى، مش بنشغل المستشفى فتره كبيره، بنوفر مستهلكات عمليات بنقعد يومين نستهلكها، انت ممكن يعني العمليه بتاعتك تعمل في خلال 12 ساعه. اليوم اللي بتخرج فيه من المستشفى بعد ال 12 ساعه اللي بتقضيهم خلال فتره العمليه بتخرج تقعد في البيت ترتاح في اول يوم، ثاني يوم ممكن تنزل تمارس نشاطك الطبيعي. هنتابعكم باخبار بقيه العيانين، لكن احنا كل الفكره عايزين النهارده
نبين لكم ان عمليات السمنه المفرطه هي عمليات امنه تماما، هي عمليات بسيطه. مدام هاله كان عندها مشكله ان شاء الله ربنا ييسر لها الامور، هي كان في مشكله في تاخر الانجاب، تاخر الانجاب بسبب السمنه المفرطه. تكميم المعده هي عمليه من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، اللي هي يعني بتغير طبعا طبيعه الهرمونات في الانثويه، وكمان بتكون سبب مباشر لتكيس المبيض وتاخر الانجاب. اذا قللنا الوزن عندنا فرصه كبيره جدا ان شاء الله للانجاب، بس احنا ننجح في الخطوه الاولى اللي هي انقاص الوزن. تمنياتنا ليها بالتوفيق ونطمنكم عليها كمان في خلال المتابعات ان شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي هالة شاكر، سني 33 سنه، وزني كان قبل العمليه 118.5. عملت عملية تكميم معدة مع الدكتور كريم صبري، بقالي النهاردة 6 شهور، نزلت 40 كيلو. الحمد لله يعني فرقت معايا في كل حاجة، بتحرك وبمشي بنزل كل مكان بروحه، دلوقتي بقى المشي بالنسبة لي أحسن من أي حاجة. حابة أشكر دكتور كريم صبري على تعبه معانا وعلى طريقته ومقابلته لكل الناس، وحابة كمان أقول للناس اللي نفسها تخس ما تحاولش اللي انت تعمل رجيم. بصراحة أنا عملت كل الرجيمات اللي في الدنيا. أنا قبل كده كل الناس كانت بتقول لي يا حاجة أنا بقيت ألبس لبس إخواتي الصغيرين، فالحمد لله فرقت معايا العملية في كل حاجة. واللي عايز يعيش حياته بجد يجي للدكتور كريم صبري. خلينا بقى نتنقل على الجانب الرجولي شوية، يعني هل السمنة بتأثر بأي شكل من الأشكال على الضعف الجنسي عند الرجال ولا ملهاش علاقة؟ لا، علاقة مباشرة جدا، وكمان بيقلل عدد حتى الحيوانات المنوية نفسها، وفي ناس كتير جدا عملت العمليات عشان تزود قدرتها على الإنجاب، ويعني كان انقاص الوزن كان هو الحل الوحيد في أن هي ترجع لي قدرتها على الانجاب او على القدره الانجابيه اكتر شويه. وزي ما قلنا ان الدهون اللي هي في الزايده في السمنه المفرطه يعني بتحول هرمونات الذكوره الى هرمونات انثويه، وبالتالي بتقلل القدره على الانجاب بصوره واضحه جدا. فنزول الوزن ايجابي جدا 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 في الانجاب سواء في الرجال او في السيدات. ويمكن هنا يا دكتور لو احنا بنتكلم على الجانب الرجولي شويه، يمكن اسرع وسيله ممكن ننزل بيها ونحل المشكله عند الرجاله هي جراحات السمنه، لان بالتالي الرجاله ما عندهمش خلق شويه زي الستات ان هم مثلا يجربوا رجيم ومره واثنين ورياضه، ويمكن برده ما فيش وقت للكلام ده، يعني هم محتاجين يعني اسرع حاجه وأمن حاجة يعني. الأسرع والأمن، بس هو الفكرة اللي محتاج دايت احنا أكيد هنعمله دايت، لأنه ربما يكون وزنه 10 كيلو زيادة مش هنتكلم على الأوفر ويت طبعًا. أنا بتكلم على الأوبيستي أو الوزن الزايد الغير صحي، اللي هو بعد وزن 20 30 كيلو خلاص أنت محتاج عملية، بتعمل عملية. احنا بنعالج ده بسمنة موضعية، لو كان عنده وزن زيادة 10 كيلو ما فيش وزن أصلًا 5 كيلو وبيعمل شوية دايت، بنعمل له يعني في كل الحاجات بنختارها بناءً على احتياجات المريض نفسه، يعني على المرحلة اللي هو بيحتاج تحويل، بيحتاج تكميم، بيحتاج بالون، بيحتاج نوتريشن، بيحتاج شفط شد، كل الحاجات دي اوبشنز معينه، لان مش كل العمليات تنفع لكل الناس طبعا، ومش كل الحالات برضو زي بعضها يعني. بالزبط. السمنه يا دكتور هل ممكن تكون وراثيه؟ يعني ممكن تكون بتتنقل من الاباء والامهات للاطفال اللي بيتولدوا، ولا هي ملهاش علاقه شويه بالوراثه، هي مثلا لايف ستايل مش صح احنا بنعمله؟ لا والله انا بالخبره الواقعيه كده انه في احيانا الناس يا اطفال بيبقوا معذورين في ان السمنه بتاعتهم اصلا هو مش زياده وزن بسبب كميه اكل خالص. هو عنده في العيله جينات طبعا، اب ام خال عم، بتلاقي طبعا الوزن زاد بزياده، والاسره بتجلد هذا الطفل اللي هو ما عندوش ذنب خالص. صحيح. او بنت في العشرينات عندها ام او اب او يعني هي مورثه، يعني خدت السمنه من الاسره، يعني ما عندهاش ذنب خالص، هي مش مدفوعه على الاكل ولا حاجه، هي جسمها هو كده، اي كميه اكل بياخدها بيستفيد منها يزود وزنه فيها. لازم هنا يا دكتور ناخد وقفة ونقوم بعلاجهم، مش زي ما حضرتك قلت يعني نتعبهم أكتر نفسيا، لا احنا الحلول دلوقتي بقت كلها بسيطة، ويمكن حلول جراحات السمنة دلوقتي بقت أمنة جدا للأطفال، يعني وشفنا مع بعض تقارير وحالات قبل كده كتير يعني على حلول السمنة للأطفال.
أكيد السمنة طبعا في كل الأعمار إذا اتعملت بالمقاييس اللي هي الدولية، بتعمل بأحسن الآلات المستخدمات في أماكن كويسة، تدي نتائج كويسة إن شاء الله. تمام، أنا بشكر يا دكتور حضرتك. شكرا. جدا، وقتنا جري مع حضرتك، وإن شاء الله تنورنا. شكرا. ونكمل مواضيعنا كلها مع حضرتك قريب جدا. خلصت. شكرا. فقرتنا. كان منورنا النهاردة دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، مدير وحدة جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. معانا دلوقتي البيج بتاعه الفيسبوك لدكتور كريم صبري، لاي حد عنده اي استفسار يبعته لدكتور كريم، واكيد هو والفريق الطبي بتاعه كله بيردوا 24 ساعه على كل الاسئله. استنونا فقره جديده من عيش صح. خير واهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. النهارده هنتكلم عن دعامات العضو الذكري كحل نهائي لضعف الانتصاب، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيف فقره النهارده، هو دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور احمد. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في فقرات مختلفه عن الضعف الجنسي، وقلنا اسبابه، طرق التشخيص، ووقفنا عند حته طرق العلاج ان هي بتختلف ليها مراحل. يمكن اخر مرحله يعني بنلجأ ليها في الطب هي دعامات العضو الذكري، دي حل نهائي وجذري لمشكلة ضعف التدخل الجراحي. يعني بالظبط التدخل الجراحي. لو هاجي مثلا اقول لحضرتك ايه هي الاسباب او ايه هي المعايير اللي حضرتك كطبيب بتقول خلاص انا مش هينفعني الادويه، مش هتنفعني الحقن الموضعي، احنا هنلجأ على طول لدعامات العضو الذكري، بتبقى ايه هي الاسباب؟ لا، ايه هي الحالات يعني اللي احنا بنقول خلاص هنلجأ لجراحه؟ طبعا عندنا اول حاجه العيان اللي هو تم تشخيصه على ان هو ضعف انتصاب اولي، يعني الشخص ده من يوم ما بلغ وهو عنده ضعف انتصاب، غالبا ده هنلجأ فيه للتدخل الجراحي، هركب دعامه من اول ما بلغ وحاسس انه مختلف عن كل اصحابه، ما بيقولوش انتصاب زي ما هم بيتكلموا او بيحكم في مشكله، عمره ما حصل له انتصاب بشكل كامل، ده ضعف انتصاب اولي، ده غالبا حله هيبقى تدخل جراحي وتركيب دعامه. نوع تاني من العيانين الناس اللي عندها ضعف انتصاب نفسي، ضعف انتصاب نفسي وجرب كل الدكاترة النفسيين وفشل. وانا كان عندي مريض كده وهو طلق مراته بسبب المشكلة دي وراح لأكتر من دكتور نفسي، قعد 5 سنين يتعالج، وفي الاخر واحد دكتور هو اللي قال له، دكتور نفسي قال له يا ابني خلاص حرام عليك كده كفاية، روح اعمل عملية وركب دعامة. فالنهاردة لو الشخص اتشخص على انه ضعف انتصاب نفسي بيبقى الحل الامثل ليه هو تركيب الدعامة. الحاجة الثالثة اللي هو المريض اللي مر بكل طرق العلاج، خلاص منشطات اخدنا، حقن هرمونات جربنا، الحقن الموضعي برضو اخدنا وجربنا، كل الحاجات دي بطلت تجيب نتيجة، في الحالة دي بنلجأ للتدخل الجراحي. فالنهاردة التدخل الجراحي هو هيبقى حل وحيد ونهائي وجذري في نفس الوقت. خلاص كده، وده مهم ان احنا نوضحه للدكاترة زمايلنا ونوضحه للمرضى. يا جماعة لازم المريض يكون ما عادش قدام منه حلول تانية غير الجراحة. ليه؟ لأن ده بيرفع من نسب رضا العيان عن العملية، يعني اللي هو بيسموه البيشنت ساتسفاكشن، أو إنه يبقى عنده رضاء تام عن الإجراء الجراحي اللي تم ده وعن النتيجة اللي بعد العملية. عايزة تزودي نسب النجاح وعايزة تزودي نسبة رضا العيان عن الجراحة إن يكون الجراحة هو آخر حل يلجأ له. دايما كده اللي هو الجعان يحس بالأكل أكتر ولا اللي نص بطن؟ الجعان طبعا، لان هو جعان خلاص مفيش اي، لو اتحط له اكل ما بيحبوش حتى هيبقى مبسوط بيه. فالنهارده لو العيان شايف ان مفيش حلول تانية غير الجراحه، ده اكتر عيان بيكون مبسوط بالتدخل الجراحي. تاني حاجه زمايلنا يا جماعه ما نستعجلش على العيان، العيان لازم يمر بطرق علاج، لان لو انت النهارده العيان بياخد منشط وبيجيب معاه نتيجه وانت بتحاول تقنعه انه يعمل عمليه، غالبا العيان ده مش هيكون راضي عن العمليه اللي هيعملها. ليه؟ لانه هيبتدي يحط نفسه في مقارنه ما بين الانتصاب اللي بعد العمليه والانتصاب اللي كان بيحصل مع المنشطات، ففي الحاله اللي زي دي هيبقى هو حاسس بعدم الرضا. فدايما الاجراء الجراحي هو اخر الحلول، لما تفشل كل الحلول الغير جراحيه فاحنا بنلجا للاجراء الجراحي الا في بعض الحالات. في بعض الحالات دي بتبقى استثناء، احنا لازم نتجه دارك استثناء. الاستثناء ده اللي يقدر يحدده هو الدكتور والمريض بشكل شخصي وحاله بحاله. يعني النهارده جاي لي عيان مثلا عنده 70 سنه
وعايز يتجوز واحدة عندها 35 سنة لأن هي زوجته الأولانية توفاها الله وما كانتش بتخلف، فهو النهاردة عايز يتجوز واحدة سنها صغير عشان موضوع الإنجاب. فالنهاردة احنا أحيانا لو هو عنده ظروف مرضية معينة بننصحه بالتدخل الجراحي مباشرة. ليه؟ لأن هنا هو محتاج هيتجوز واحدة سنها صغير، محتاج علاقة بشكل متواتر يعني عدد مرات أكتر على مدى الشهر عشان ده يزود من فرص الحمل الطبيعي، وكمان هي سنها صغير هتبقى محتاجة الكلام ده لفترة أطول. فهنا ممكن لظروف معينة ننصح العيان بأنه يلجأ للجراحة بشكل مباشر. فدي حالات بتبقى استثنائية واللي بيحددها الدكتور بالاتفاق مع المريض بتاعه، إنما الأصل في الأشياء إن لازم المريض يعدي على كل طرق العلاج الغير جراحية الأول، في الآخر لو كلها فشلت بنلجأ للإجراء الجراحي. والإجراء الجراحي في الحالة دي بيكون حل نهائي وبيكون حل جذري ونسب نجاحه بتكون 100%، عشان دايما أنا بتسأل السؤال ده، هي نسبة نجاح الدعامة قد إيه؟ يا جماعة نسبة النجاح بتكون 100%، عندي انتصاب قوي بنسبة 100% تقدر تكمل تعمل بيه علاقة كاملة ما فيهاش أي مشكلة خالص. إنما هل أنا النهاردة بدخل على الإجراء الجراحي ده مباشرة؟ لا، لازم العين يتحضر، والعين لازم يتحضر نفسيا قبل ما يتحضر عضويا للعملية. وده مهم، جاني حالات كتيرة قوي، في ناس عاملة في اسكندرية وعاملين في أماكن تانية وهم شباب صغير، وللأسف الشديد أنا فوجئت إن هم معهم أشعات وتحاليل إن هم أصلا كويسين وما كانوش محتاجين يركبوا دعامات. الناس دي لانها مش فاهمه اصلا وما تمش تحضرهم نفسيا للاجراء الجراحي وهم اساسا ما كانوش محتاجينه. فالناس دي ما بعد العمليه بيجي لها ازمه نفسيه ان هو ده الموضوع عكس توقعاته، يعني هو ما كانش ده اللي كان متخيله، ما كانش ده هو اللي كان يعرفه عن موضوع الدعامات. لان بعض الناس بتخلط بين دعامات القلب ودعامات العضو الذكري، والموضوع مختلف تماما. دعامات العضو دعامات القلب دي حاجه بسيطه جدا وبتركب جوه الشرايين بتاعه القلب، انما احنا الموضوع عندنا لا، الدعامه بتاخد حيز، يعني الدعامه بتبقى اكبر بكتير وبتاخد حيز في الطول وفي العرض قد العضو الذاكره نفسه، وبناء عليه الموضوع مختلف. فلازم العين يتحضر نفسيا. ازاي احضره نفسيا؟ انه نمره واحد يبقى عارف ان مفيش حلول تانية خلاص غير التدخل الجراحي. نمره اتنين لازم اعرفه ان الحل ده امن تماما، ولازم اعرفه ابعاد الموضوع، يعني هل هيحصل تغيرات ما بعد العمليه ولا لا، ولازم اعرفه إيه الانواع اللي المفروض يركبها. لازم التفاصيل يبقى هو ملم بيها كامله بكل الاحتمالات اللي وارد حدوثها. لو هو تهيأ نفسيا يبقى خلاص مفيش مشكله. بيبقى دايما يا دكتور كده نفسيا بيبقى في شك عند الرجل ان هو هتبقى نسبه الارضاء مش كافيه، هيبقى هو مثلا حاسس ان هو مش طبيعي، نسبه الارضاء بتوصل ل 100. جسم غريب. ما انا هقول لحضرتك نسبه الارضاء بتبقى 100% واكتر من 100% لو راعينا حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان مفيش حلول ثانيه غير الجراحه. يعني كان عندي عيان سعودي، ولا تتخيلي بعد اول علاقه، انا دايما مرتبط بالعيان بتاع لحد ما يعمل اول علاقه، وكمان معاهم تليفونات وبيكلموني بعدها بفترات. يعني عيان كلمني وقد ايه هو ابريشيتنج وقد ايه هو مبسوط جدا وسعيد جدا بان هو عمل العمليه. ليه؟ لان العيان ده ما كانش عنده حل تاني غير ده. فالنهارده البديل انه هيقعد بمشكلته، ما عندوش انتصاب ومتجوز ومش عارف يعمل علاقه. فدايما لازم العيان يكون اخر حل الجراحه. لو انت فعلا قلت للعيان ان مفيش حلول تانية غير الجراحه، العيان يعني هيبقى مبسوط جدا. نمره اتنين الاجراء الجراحي نفسه لازم يتعمل بشكل مظبوط. يعني دايما جزء من الناس اللي مش راضيه عن العمليه هي ناس عملت العمليه بشكل خاطئ. يعني قصدك تكنيكال، يعني تكنيكال بتبقى معتمده على الطبيب نفسه. طب مظبوط، ان العمليه ما اتعملتش بشكل كويس، وبناء عليه النتيجه هتكون مش مرضيه للمريض نفسه. واكتر حاجه انا بواجهها ويمكن اكتر حالات انا غيرتها في الست شهور الاخرانيه دول، هم الناس اللي بتركب دعامات مقاسها اقل من اللي المفروض يركب، سواء في الطول او سواء في العرض. هنا دي خبره جراح بقى. لان في ناس مش خبره بس، خبره ومهاره وجرأه، لان الموضوع عايز يعني توليفه معينه كده، لان احيانا احنا بنبقى مزنوقين في المقاسات، فهنا عايزه سنه جرأه يعني بيسندها خبره ومهاره. انما ساعات في ناس بتستسهل وتقوم جايه حاطه مقاس اقل، تقول اي حاجه تؤدي الغرض. هنا المريض فعلا ما بيكونش عنده رضا لحضرتك بتتكلمي عنه بعد العمليه. وبيجيني انا افاجئ ان العيان مركب دعامه في المقاس اقل، يعني انا مغير دعامات يعني وركبت مقاسات اكبر في العرض يمكن مقاسين وفي الطول اكتر من 3-4 سنتي. ده معناته قد ايه؟ يعني العيان فعلا ما كانش مبسوط وكان عنده حق. فمهم جدا رضا العيان مرتبط بالحاجتين دول، ان العيان فعلا يكون محتاج الجراحه، مش عيان بياخد قرص منشط يبقى كويس او معمل له عمليه، لا عمر العيان هيبقى مبسوط. تاني حاجة إن الإجراء الجراحي نفسه يتعمل بشكل كويس، العين يركب له النوع المناسب ليه، لأن في أنواع وفي شركات خلاص،
تاني حاجه المقاس لازم يكون مناسب. لو انا قدرت اعمل الكلام ده صح العيان لازم هيكون مبسوط بنسبه 100%. طب برضو بيبقى دايما عندهم قلق من حته العمر الافتراضي لموضوع الدعامه، يعني اكيد هي جراحه زي بقيه الجراحات بيبقى صعب شويه على المريض ان هو يدخل مره واثنين وثلاثه، لان طيب مثلا العمر الافتراضي بتاعها انتهى، فهل هي ليها عمر افتراضي؟ لا انا بصي الكلام ده ممكن الشركات تكتبه بس انا مش مؤمن بيه قوي، يعني لان انا في الفيلد ده من 2003 تقريبا. يعني بقى لي داخل في 16 17 سنه اهوت، انا على مدى ال 17 سنه دول ما غيرتش دعامه العيان الا اذا كان عين هو جاي لي اصلا مركب بره والعين مش مبسوط والدعامه فعلا مقاسها صغير او كان حصل لا قدر الله التهابات على الدعامه دي. انما لو الدعامه راكبه كويس على المدى البعيد مفيش اي مشكله خالص، ممكن يكمل بيها لحد مدى الحياه. مفيش اي مشكله في الجزئيه دي. لو افترضنا جدلا ان الكلام اللي بيقولوه ده صح، فاحنا بنتكلم على ان العمر الافتراضي ده باي حال من الاحوال مش هيقل عن 15 ل 20 سنه. فغالبيه عمر غير العمر ده غالبيه المرضى دول اصلا بيكون سنهم متقدم، يعني بعد ال 40 بعد ال 50 فيعني الموضوع. فاحنا دايما بنقول لهم يا جماعه الكلام ده مدى الحياه مش محتاج انه يغير الدعامه ولا حاجه. اوكي. وبيبقى دكتور الاحساس طبيعي وبيبقى يعني ازاي الاحساس طبيعي؟ القذف بيكون طبيعي، يقدر يتجوز ويخلف عادي، والتبول بيكون طبيعي، الرغبه بالعكس نفسيا بتتحسن لان النهارده ما عادش عنده فشل في العلاقه، فانا النهارده بقيت مقبل اكتر من الاول. لا بالعكس كل الحاجات دي ما بتتاثرش. بيبقى ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه للموضوع سواء الرغبه او التبول او القذف او الاحساس. من ضمن برضو الحاجات اللي دايما بتبقى مقلقه ان اي جراحه او اي غرفه عمليات بيبقى دايما الواحد خايف من حته التعقيم، الالتهابات زي ما حضرتك قلت. ده مهم جداً, جدا جدا. عايزاك يا دكتور انا قلت ده التحضير، نجاح العمليه بيتوقف على التحضير، سواء التحضير النفسي للعيان ان انا اقول له يعني ايه عمليه وان انت محتاج العمليه فعلا وتفاصيل العمليه وكل الكلام ده قبل ما يدخل اوضه العمليات. الشق الثاني بقى هو تجهيز غرفة العمليات والمريض نفسه للإجراء الجراحي. ده بيمر بمراحل طبعا ابتداء من المكان والتعقيم، ودي حاجة احنا بصراحة للأمانة احنا متميزين بيها في مركز مصر للذكورة، يعني احنا عندنا جهاز بيفلتر الهواء. أنا المعلومة دي سمعها ناس مني وجوني مخصوص عشانها، عندنا جهاز بيفلتر الهواء نفسه في أوضة العمليات. ده مهم جدا، بيقلل من احتمالية حدوث التهابات. حاجة تانية الناس نفسها المعاونة سواء تخدير أو عمال أو تمريض هم فاهمين النوع ده من العمليات. دايما احنا في المركز عندنا أول عملية بنبتدي بيها هي الدعامة، ممنوع مريض يدخل قبل مريض الدعامة أوضة العمليات، يعني احنا بنفتح أوضة العمليات أول واحد بيدخلها هو مريض الدعامة، لأنها بتكون متحضرة من قبلها بيوم، متعقمة ومقفولة، محدش بيدخلها نهائي ولا بيعمل فيها أي إجراء جراحي قبل عيان الدعامة. تاني حاجة العيان نفسه بيتعقم بطريقة معينة، يعني العيان ده بيتعقم غير العمليات العادية. ده بيتعقم على الأقل بيتعمل له حاجة اسمها حمام تعقيم لمدة ربع ساعة مختلف عن تعقيم المريض العادي. طريقة فرش العيان نفسه ان انا اغطي العيان بطريقة معينة وان انا ازود من اللايرز او من الطبقات اللي بفرش بيها العيان، ده كل الحاجات دي بتؤدي الى ان انا بأمن العيان اكتر، بقلل من نسب حدوث مضاعفات او التهابات في العملية. العيان بياخد مضادات الحيوية بتاعته قبل العملية برنج معين، يعني ما يتخطاش الساعة. حركة نفسها حركة العمال والتمريض جوه الأوضة بتبقى محسوبة، لأن احنا ما بنحبش دخول وخروج كتير على أوضة العمليات. كل الكلام دوت عشان نضمن ان التعقيم يكون كويس ونضمن ان ما يحصلش اي مضاعفات او اي التهابات في الجرح. طيب حضرتك كنت قلت لي يا دكتور ان الدعامه دي مقاسات وطبعا بتختلف من مقاس لتاني وانواع. ايه هي انواع الدعامات؟ هو احنا عندنا نوعين لازم نفرق بين الانواع وبين الشركات والمقاسات. خلاص كده؟ اوكي. الدعامات ايا ما كان نوعها وايا ما كان الشركه فهي مقاسات، لان الرجاله ما هياش شبه بعضها. فدايما الدعامات مسمى الدعامه يبقى معناته ان كل بني ادم ليه دعامه بتناسبه مختلفة عن التاني، بتكلم عن المقاس. انما في عندنا نوعين اتنين من الدعامات بشكل عام، في الدعامه المرنه ودي الاكثر شيوعا والاكثر استخداما، وفي الدعامه الهيدروليكيه اللي هي بتتنفخ. دي قليله شويه لان تكلفتها عاليه. فيعني الناس مش مقبله عليها قوي لان التكلفه غاليه يمكن 3 4 اضعاف الدعامه العاديه، فالناس مش مقبله عليها قوي. دول النوعين الاساسيين، دعامه مرنه ودعامه بتتنفخ. انما في الدعامه المرنه الاكثر شيوعا دي في منها شركات بقى. هو ده اللي لازم الدكتور يوضحه للمريض لان في اختلاف بين الشركات. ايه اللي يناسب العيان كنوع وكمقاس وكشركه؟ ده اللي بيحدده الطبيب. الدكتور طبعا. بشكرك جدا يا دكتور احمد، شكرا جزيلا. كان معانا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. كده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح.
جديدة من عيش صح. الأمومة من أجمل المراحل اللي بتعدي بيها أي ست، حلم حياة كل بنت تقريبا، لكن للأسف بيكون في ضريبة لده بيعاني منها تقريبا كل الستات اللي بتحمل وترضع. أحيانا بتكون التغيرات دي بسيطة وأحيانا بتكون ملحوظة جدا لدرجة إنها ممكن تأثر على الحالة النفسية للسيدة وتدخلها في مراحل من الاكتئاب. وعلشان كلنا بنحلم بشكل مثالي وجسم رشيق وجميل، قررنا النهاردة نستضيف واحد من نجوم مراكز كوينز للتجميل ونحت الجسم، دكتور محمد مدني، استشاري طب وجراحة التجميل بمراكز كوينز، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. دكتور محمد أهلا بحضرتك ومنورنا يا دكتور دايما. يا فندم الله يكرمك. النهاردة بقى فقرتنا الحلوة لنصنا الحلو للستات. تمام. بس الأمهات أكتر بقى اللي هم مروا بالمرحلة الحلوة قوي بس اللي بتكون عليهم صعبة في نهايتها يعني. تمام. يمكن كل ست مرت بمرحلة الحمل والولادة والرضاعة بيحصل لها ترهلات شديدة جدا جدا في جسمها بعد ما بنخلص الفترة دي. أولا عايزين نعرف ليه ده بيحصل؟ هي ليها اسباب كتير. اول حاجه اسباب ميكانيكيه زي الاسترتش، يعني مثلا ايه اللي بيحصل في الحمل؟ اللي بيحصل في الحمل تغيرات هرمونيه وتغيرات في جسم المراه نفسها، في الاحجام بتاعه الثدي او حجم البطن. تمام. طيب نتكلم بعد كده بالنسبه مثلا للبطن. البطن لما بيبقى فيه الرحم بيكبر عشان البيبي اللي بيبقى موجود جواه، فبيبقى العضلات بيحصل لها استرتش. في بعض الناس بتبقى البطن كبيره، في بعض الناس بطن صغيره، في بعض الناس البطن وسط. المهم ان احنا بيبقى لما الجلد بيكبر في الحجم وبعد كده بيرجع تاني للحجم بتاعه، في بعض الناس بتبقى الحجم بتاعه لما الجلد بيرجع ما بيحصلش بالطريقه اللي هي بنبقى عايزينها. دي حاجه. ثانيا العضلات، في بعض الناس بتبقى العضلات بتاعت او البطن بتاعتها بتبقى كبيره قوي، لما بترجع العضلات بتبقى ضعيفه، او بتبقى تحصل مع كذا ولاد، يعني مثلا واحده بتولدت وخلفت، مثلا بتولد وتخلف مره اثنين ثلاثه، تبتدي العضلات تضعف مع الاسترتش والكونتراكشن، ستريتش والكونتراكشن اللي هي ترجع مره يعني يحصل لها استطاله وترجع تاني، فده طبعا بيأثر على الشكل بتاع العضله نفسه، فبيخلي الجسم حتى لو ما فيش يعني ما فيش مثلا دهون او هي مش مليانه او مش تخينه في الوزن، بس شكل البطن طالع لبره. ليه؟ لان العضله ضعيفه، فالاعضاء الداخليه زي البطن والامعاء بتضغط على العضله فبتطلعه لبره. نفس الكلام بالنسبه للثديين، التغييرات الهرمونيه اللي بتحصل في الثديين علشان الرضاعه وعلشان الحمل والحاجات اللي زي كده بتخليه ممكن يكبر وبعد كده يصغر في الحجم مره واحده فبيحصل فيه ترهل. تمام. طيب يمكن لما بنتكلم على حلول كل اللي بيسمعونا يقولوا اكيد مش هرجع مره ثانيه 100% زي ما كنت قبل الحمل والولاده، اكيد جسمي عمره ما هيرجع زي ما كنت قبل الجواز وقبل الولادات دي كلها. النهارده بقى دكتور نقول لهم في ممكن او في حل ممكن يرجعنا 100% زي ما كنا الاول قبل بقى عوامل الزمن دي كلها، ولا الحل بيكون بنسبه؟ لا، هي ممكن نوصل ل 100% طبعا حسب الحاله اللي بتجي لنا قدام. العمليه فيها فاريبلز كتير. ممكن تكون هي قبل الولاده اصلا كان في مشكله، كان في وزن زياده او الحاجات اللي زي كده، فبعد الولاده الموضوع برده زاد. تمام. بس هي عامه احنا بنحاول نوصل لافضل نتيجه ممكنه من الحاله اللي بتجي لنا. طبعا كل ما الموضوع جه بدري فطبعا بنقدر نتعامل معاه بطريقه بدري. مظبوط. يعني مثلا حد من الاول خالص قبل الولاده او الحمل هو محافظ على نفسه، طبعا احب اقول الوقايه خير من العلاج. طبعا احنا بنعمل وقايه، يعني ايه؟ يعني بنعيش عيشه صحيه، بناكل اكل صحي، بنتمشى، مش عايز اقول رياضه يوميا بس نقول رياضه بنسبه مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع. طيب بعد كده حصلت حمل، حصلت ولاده، بنتابع كويس مع الطبيب، بنتابع كويس بعد الحمل، في برامج تغذيه مخصوص للحاجات اللي زي كده، بعد كده بنشوف الوضع عامل ازاي. طيب في بعض الحاجات بتبقى خارج عن ارادتنا، زي مثلا اللي بتولد قيصري بيبقى في نسبه ان هي يحصل ترهلات في البطن ازيد بكتير من اللي بتولد طبيعي. طيب هل حاجه زي كده هنبتدي نعمل ايه؟ بنبتدي احنا نتدخل في هذا الموضوع وبيجي دورنا احنا بقى. تمام. طيب بنيجي بعد كده بتشوف ايه الوضع، غالبا بيبقى نسبه التحسن عاليه، بس اهم حاجه ان هي تجيلنا بدري وتبقى يعني الحاله اللي احنا بنشرح لها بيبقى فاهم ان هو ممكن الحاله دي ممكن نعمل شفط دهون، ممكن نعمل جراحه، ممكن نعمل الحاجات اللي يعني ممكن نبقى دايت واكسرسايز من غير اي حاجه خالص. تمام. على حسب الحاله. على حسب الحاله طبعا. طب نيجي هنا بقى لدور حضراتكم، وحضراتكم دي يعني تعني لينا كتير جدا جدا جدا. مراكز كوينز دايما معروف عنهم ودايما مميزين باستخدام احدث التقنيات الموجوده النهارده. تمام. عايز اعرف بقى من حضرتك ازاي بتتعاملوا مع الحالات اللي احنا بنتكلم عنها النهارده اللي هي ما بعد الولادات والحمل والرضاعه باحدث التقنيات اللي عندكم علشان نوصل بقى لنتيجه 100%؟ في اول حاجه اللي هي الطريقه الاحترافيه في التعامل. عندنا في كوينز طبعا بنشوف الحاله من الاول بتخش ايه اللي محتاجاه وبعد كده بنتناقش معاها، بنشوف نحدد المشاكل الاول، اول الحاجات اللي هي محتاجه تصلحها. في حاجه مهمه جدا جدا بعض الاطباء بيغفلوها،
يعني مثلا تيجي الحاله تقول لك انا مثلا بطني تعباني او جنابي مضايقاني او الكلام ده كله، يبتدي هو يركز على حاجات ثانيه عشان شايف انها تطلع كويس. ايوه بس برضه لازم نشوف التارجت بتاعها ايه ونحله لها. يعني ممكن مثلا في بعض الحالات تبقى عامل نتائج كويسه جدا في مناطق ثانيه، وبص لها منطقه مثلا يقول لك المنطقه اللي هي جايه عشانها ما اتحسنتش قوي، يقول لك يا دكتور انا مش حاسه بنتيجه. لا هي الفكره ان هي مهم جدا بالنسبه لها هي ايه اللي مضايقها ونحسنه لها، ده اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للاجهزه اللي احنا بنستخدمها، في اجهزه كتير جدا متوفره عندنا في المركز بتساعد ان احنا نوصل لافضل نتيجه، خصوصا في موضوع شفط الدهون ونحت الجسم. اوكي طيب بعد كده الحاله بعد ما بنعرف ايه المشكله بنبتدي نحدد الحلول اللي احنا هنعملها، وبنشوف ازاي هنطبق الحاجات والتكنولوجي اللي عندنا عشان نوصل للنتيجه اللي هي عايزاها بطريقه بسيطه وبطريقه امنه. يعني احنا بنحاول الاول نعمل بطريقه بسيطه وامنه، طبعا بيبقى حسب الحاله ممكن بقى نبتدي نزود في التقنيات او نزود في الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها. جميل. يمكن يا دكتور اكبر كابوس بيواجه الست بعد الحمل وبعد الولاده شكل البطن. شكل البطن ده ممكن يضايق اي ست عن اي منطقه تانية في الجسم. يعني اي منطقه تانية ممكن نتقبلها نحاول نداريها باللبس مثلا، ولكن شكل البطن ده بيبوظ كل حاجة، بيبوظ اللبس، بيبوظ خروجات، بيبوظ نفسية، يعني بيبوظ كل حاجة. ازاي بقى نتعامل؟ وحتى كمان لو كانت المنطقة دي او منطقة البطن ما فيهاش دهون يعني، بس الترهل نفسه ده بيبقى هو الأزمة النفسية. بتتعاملوا بقى ازاي مع مشكلة ترهل البطن؟ اولا نحل السؤال الاولاني اللي هو ايه سبب ترهل البطن، احنا جاوبنا عليه تمام في المنطق في الجزء الاول من الحلقه. طيب احنا برضو نتكلم ان السبب اللي هو بتاع البطن او البطن بيبقى شكل البطن ما لو وحش بيبقى شكل الجسم كله وحش. طبعا هدي لحضرتك امثله كتيره ان في بعض الناس وبعض الثقافات البطن عندهم ستريت بس عندهم مناطق تانية بتبقى كبيره، وفي العكس بيبقى مقبوله جدا وبتبقى دي من مظاهر الانوثه والجمال عندهم. تمام فمهم جدا برضو موضوع البطن تبقى ستريت او البطن تبقى مش كبيره او ما فيهاش ترهلات علشان الشكل كليه يظهر. وبعدين برضو جانب البطن الجانبين، فالجانبين والبطن لازم يكونوا على اعلى مستوى من مفيش ترهلات، مفيش كرش، مفيش ضعف في العضلات. طيب ايه اللي بيحصل عندنا؟ لو في عندنا مثلا ضعف في العضلات او ترهلات في الجسم بنعمل حاجه اسمها شد البطن، اللي هي بنشد الترهلات وفي نفس الوقت بنصلح العضلات. النتيجه اللي عندنا ان بيحصل يبقى فيه وسط موجود، وفي نفس الوقت البطن مبقاش فيها ترهلات خالص، وبتبقى من مره واحده بتبقى العمليه بتتعمل وبعد كده خلاص مفيش عمليات تانية او يعني سيشنز تانية. طيب افرض مثلا انا ما عنديش ترهلات بس البطن مثلا كبيره. البطن كبيره بنبتدي نعمل عمليه شفط دهون ونعمل عمليه نحت للبطن ونحت للخصر علشان او اللي هي نحت للوسط الجانبين علشان نوصل للساعه شكل الساعه الرمليه او الشكل اللي احنا عايزين نوصله. طيب في بعض الحاجات اللي انا عايز اوصلها او معلومه مهمه جدا جدا عايز اوصلها للمشاهدين. في فرق ما بين في نوعين من الدهون في البطن. في فرق ما بين الكرش او اللي هي الدهون الداخليه او الدهون اللي هي خلف جدار البطن، دي بتبقى دهون مركزيه موجوده خلف جدار البطن على الامعاء والمعده، ودي بتبقى دايت واكسرسايز، حلها دايت واكسرسايز. تمام. طيب الدهون بقى اللي هي الطرفيه اللي هي بعد الجلد على طول، دي اللي احنا بنقدر نعمل لها عمليه شفط دهون. تمام. فلو هي عندها دي بتبقى يعني الدهون المركزيه دي بتبقى 80 او 90% للرجال، بس بعض السيدات عندهم الدهون دي. أوكي. مهم ان احنا نعرف برضو لان في بعض الناس بتجي لي عندي ميكس، تبقى عندها مثلا دهون طرفيه ودهون مركزيه. حبه وحبه. نقول لا احنا هنعمل تارجت للدهون المركزيه الطرفيه، والدهون المركزيه بس شويه دايت او تمشي شويه او شويه اكسرسايز الامور هتبقى تمام. بالنسبه لي اللي هي ما بعد الولاده زي موضوعنا النهارده بيبقى ضعف في عضلات البطن، بنحله ازاي؟ ان احنا بنربط العضلات فالبطن بتبقى ستريت ومستقيمه وبتبقى النتيجه مختلفه تماما ان انا ما اربطش العضلات. حلو قوي. انا شايفه يا دكتور ان تقنيات النحت دي النهارده فن، يعني فن كبير جدا، وحضراتكم مش بس دكاتره فنانين، يعني ان احنا نمسك مشكله او نمسك منطقه زي مثلا منطقه البطن فيها كل المشاكل دي وننحت ونرجع الشكل يعني على احلى شكل كان ليه ويمكن كمان احسن، فده يعني فن كبير جدا جدا، يمكن اختراع يعني حصل بيخدم كل الستات اكتر طبعا من الرجاله. اي حد دايما بيبعت لنا بيسال ازاي يتواصل مع دكتور محمد مدني او مع دكاتره مراكز كوينز كلهم، هيظهر دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه كل البيجز بتاعتهم، الفيسبوك والانستجرام وكمان تويتر وكمان الويب سايت، ممكن تقدروا تبعتوا كل اسئله حضراتكم والاستفسارات كلها، ودكتور محمد والفريق الطبي كله هيردوا اكيد على كل اسئله حضراتكم 24
24 ساعة. خلينا يا دكتور نرجع بقى لحاجة تاني مهمة جدا جدا جدا، وهي ترهل الثديين بعد الرضاعة. دي مشكلة برضو يمكن بتحصل مع السيدات اللي مروا بأكتر من ولادة كمان، وبيحصل لهم نقطة مهمة جدا وكنت لازم أوضحها كويس. بيحصل لهم كمان أحيانا ضمور، بنعالج بقى المشكلة دي ازاي؟ بص، هو ضمور يعني احنا بنتكلم ضمور ككلمة دارجة، انما ضمور في الطب ان هي يعني الثدي حصله شرينكج جامد، انما هي مش بيحصل ضمور، ممكن نقول ضمور كحاجة عامة او درجة كلمة دارجة نقول عليها، ان هي الثدي كان كويس وكان كبير وبعد كده بقى قل في الحجم وبقى حصل فيه ترهل. طبعا مهم جدا ان غالبا بيبقى الولادات المتكررة مع الرضاعات المتكررة بتعمل الموضوع ده. ليه؟ لان احنا زي ما اي حاجة في الجسم عادي بيحصل لها تمدد، وفي نفس الوقت بعد كده بيحصل لها تقليل في الحجم، وبعد كده يحصل لها ان الحجم يكبر والحجم يقل. فطبعا الموضوع ده بيخلي شكل الجلد بتاع الثدي يبقى فيه ترهل. طيب بنحله ازاي؟ على حسب برضو الحاله اللي موجوده قدامي وعلى حسب درجه الترهل. بيبقى فيه عمليات بتساعد ان هي توصل ان نرجع الثديين زي ما كانوا، والعكس اوقات بيبقى الثديين بيبقى نقدر نعملهم بشكل افضل واحسن. وكمان بقى فيه حاجه جديده اللي هي نحت الثديين، وهي ان احنا نعمل لها كونتورنج كمان بحقن الدهون بعد العمليه. حلو قوي. نطلع يا دكتور دلوقتي نشوف مع بعض تقرير لحالات قدرت حياتها تتغير مع دكاترة مراكز كوينز، ويمكن دي من أحلى الـ يعني الأجزاء اللي أنا دايما بحب أشوفها مع المشاهدين، علشان هي فعلا بتبقى أكتر حاجة مفرحة إن إحنا نشوف على الطبيعة ناس حياتها كانت عندها فيها مشكلة كبيرة واتغيرت تماما مع دكاترة مراكز كوينز. نطلع مع بعض نشوف التقرير ده ونكمل كلامنا مع دكتور محمد. أنا شيرين، عندي 27 سنة، اتجوزت وخلفت وبدأ يظهر عندي بعض الترهلات في جسمي، ودخلت في مرحلة اكتئاب. بدأت أن أعمل دايت، ما بخسش كلي، جسمي كله يخس مرة واحدة إلا أماكن معينة زي مثلا الأرداف والبطن والدراعين والظهر. بتابع مراكز كوينز على الانستجرام وبدأت أتابعهم، وبدأت أشوف الصور اللي هي قبل وبعد وبسمع النصايح بتاعتهم، وقررت أن أنا أخد الخطوة بتاعتي وأروح مركز كوينز التجميل. أول ما رحت حسيت بارتياح جامد، فريق كامل بأكمله، فريق عمل كامل. بدأت أن أنا أقعد مع الدكتور أحكي له مشكلتي، طبعا بدأ أن هو يطمني أن في تقنية جديدة اسمها تقنية نحت الجسم رباعية الأبعاد الفور دي، ودي كمان أفضل كتير من شفط الدهون. دخلت اوضه العمليات بتكلم مع الدكتور طول الوقت وما حسيتش باي وجع خالص. طبعا النتيجه اللي انا وصلت لها دي ما كنتش اعرف اوصلها خالص الا مع فريق كوينز. فبنصح لاي حد في جسمي او عنده نفس الحاله بتاعتي يبدا يروح مركز كوينز، بصراحه هيلاقي حاجه ممتازه جدا. جدا جدا لما بنشوف حد قد ايه هو مبسوط بالتغيير اللي حصل له، قد ايه فعلا حياته بتختلف تماما. ويمكن شفنا الحاله دلوقتي وهي بتقول قد ايه يعني كانت متضايقه نفسيا، وقد ايه دلوقتي فرق معاها جدا جدا التغيير. أكيد طبعاً ده طبعا اكيد بتفرق جدا مع الحالات نفسيا، وبتفرق معاهم في الاختلاط مع المجتمع، اختلاط مع الاهل مع الاقارب. ما حدش يبقى يتكلم معاها كلمه كده او يضايقها او تتضايق بسرعه، تلاقي عندها ثقه في نفسها، فتبص لان هي بتقدر تتعامل بطريقه افضل، بتنتج اكتر. فطبعا كواليتي اوف لايف بتفرق معاها كتير طبعا. جدا. حضرتك بقى قلت لي على مفاجاه حلوه جدا جدا جدا، ويمكن انا مستنيه اللحظه دي دلوقتي علشان اقول على المفاجاه الجميله دي، علشان احنا يمكن ما سمعناش عنها قبل كده في اي مركز تاني، ولكن احنا متعودين دايما حضراتكم منفردين بكل الجديد. قلت لي على المامي ميك اوفر. تمام. يمكن
قسم خاص للأمهات في مراكز كوينز للتعامل مع المامي بس، يعني احنا بنمسك كده المامي بعد الولادة وبعد كل عوامل الزمن اللي بتحصل معاها وبتبهدلها وبنغير لها بقى حياتها تماما، بنعمل لها ميك اوفر. هنا بقى يا دكتور اشرح لي اكتر وعرف بقى مشاهدينا الحلوين اللي بيشوفونا النهارده عن الخدمة الجميلة اللي بتقدموها عندكم. هي خدمة اولا يعني شايف ان هي دي يعني شبه اكتشاف او اختراع بالنسبة لنا يعني او حاجة اكسكلوسيف لمراكز كوينز، دي اول حاجة. ثانيا الموضوع كبير جدا، يا ريت وقت الحلقه يسمح ان انا اتكلم فيه. هو احنا بنشوف ايه اللي ممكن يحصل في تغيرات الماميز بعد الولاده، وفي نفس الوقت بنشوف هنصلحه ازاي كباكج كله على بعضه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بعد الولاده مثلا ممكن يحصل ضعف في عضلات البطن وترهلات في البطن، فيا اما نعمل عمليه شد بطن او نعمل عمليه شفط دهون ونحت الجسم. طيب بالنسبه برضو للثديين، يبقى شد الثديين وان احنا نقدر نعمل لهم كونتورنج ونحت عن طريق حقن الدهون بعد عمليات الشد، او هم خلاص العمليه كافيه بدون عمليه كونتورنج خلاص اوكي. طيب حاجات تانية زي مثلا الذراعين، زي مثلا الظهر، زي مناطق الفخذين نقدر نشفطهم، نقدر نسيمهم، لو فيهم اي ترهلات نقدر نعمل لها تارجتنج ونقدر نساعدها. طيب مش بس كده، حاجه تانية البشره والوجه والحاجات اللي زي كده، يعني ما سبناش كمان البشره، لا البشره كمان يعني اصلا بعد الولاده بيبقى المفروض ان في دايت خاص وقصه يعني معينه في التعامل مع الاكل والرياضه والمشي والحاجات اللي زي كده. طبعا بيبقى في سهر كتير جدا جدا، فطبعا بتبقى في هالات سودة تحت العين، البشره تعبانه، الدهون بتاعت الوجه بتقل، او كل حاجه يا دكتور بتبقى تعبانه في الواحده يعني بعد الولاده، الاستريس والضغط العصبي بتاع الولاده، وفي نفس الوقت السهر بعد الولاده والمشاعر المختلطه واختلاط الهرمونات بتبقى لود كبير جدا جدا. ويعني كان الله في عونكم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. الحاجات اللي زي كده مثلا زي البشره والحاجات اللي زي كده بنشوف برضو ايه مشاكل البشره وبنعمل لها كورسات مخصوص علشان نحسن البشره، سواء فيلر، سواء بوتوكس، سواء بي ار بي اللي هي البلازما، سواء ميزوثيرابي، نشوف ايه اللي هي محتاجاه وبعد كده نعمله لها. كل ده ذا هول باكج، يعني ايه؟ يعني كله مع بعضه بنقدر نعمله لها بسيكونس معين وبطريقه معينه بحيث ان الموضوع يبقى امن تماما ونوصل لافضل نتيجه نقدر نوصل لها في المامي ميك اوفر. لا يا دكتور يعني الموضوع انا شايفه ان هو محتاج تفاصيل قوي 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 نتكلم فيها. انا حاولت الخصه بقدر لا احنا محتاجين فقره كامله نتكلم فيها عن مامي ميك اوفر، ولكن كل مامي بقى بتشوفنا النهارده يعني هي قررت ان هي تروح مراكز كوينز ما تشتكيش، انت ادخلي بس وقولي لهم انا مامي وهم يعني هيدلعوكي ويعني هيتعامل معاكي كل حاجه انت من غير ما تشتكيها، كل حاجه مضايقاكي من اول البشره زي ما الدكتور قال والشعر طبعا، يعني انا عارفه ان عندكم كل الحلول لكل حاجه في الجسم يعني، والبطن بقى مشاكل البطن ومشاكل الثديين، كل حاجه اتكلمنا عنها النهارده. خشي بس قولي لهم انا مامي وعايزه اعمل ميك اوفر يعني، وقولي لهم كمان احنا بنتفرج عليكم في عيش صح يعني، دي كلمه السر بقى كمان تبع مراكز كوينز يعني. طيب عايزه يا دكتور من حضرتك نصيحه بقى لكل اللي بيشوفونا النهارده علشان نحسن حياتنا، علشان نكمل حياتنا صح، ما نكونش وصلنا للنص كده الطريق وحاسين ان احنا وقفنا مع مشاكل كتير قوي 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 ونقف، يعني في ناس بتقف هنا وبتكمل زي كده، لكن احنا عايزين نقف النهارده ونبدا من الاول وجديد علشان نكمل صح. اول حاجه اللي هي الوقايه خير من العلاج، انا بحب اقول الكلمه دي جدا، ان احنا اول حاجه نعيش عيشه مظبوطه، عيشه صحيه، ناكل اكل صحي، نلعب رياضه، نتمشى، نعيش العيشه اللي هي بيبقى نحاول بقدر الامكان نكون ستريس فري، خاليين من الضغط العصبي والتوتر. طيب مفيش الكلام ده كله او معرفناش نوصل للمرحله دي او تو ليت ان احنا اكتشفنا الموضوع ده فحصلت عندنا مشاكل، لا يبقى اول حاجه seek medical advice as early as possible، لان لازم تروح للطبيب بدري، علشان لو رحت للطبيب قبل ما تحصل الزياده او الدرجه تبقى متاخره من اي مشكله عند حضرتك او عند حضرتك يبقى الموضوع هيبقى افضل بكتير. تمام. ساعتها هيبقى الحلول ابسط وتبقى ليس انفيزيف. يعني ايه ليس انفيزيف؟ يعني ان ممكن مثلا من دايت اكسرسايز او اجهزه او ان انا اعمل عمليه شفط دهون نبتدي ان احنا يبقى في ترهلات ونبتدي نخش في جراحات، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها اقل قدر من ان الابروتش بتاعنا يبقى ما فيهوش شغل عنيف شويه، زي لان الناس بتعتبر ان العمليات الجراحيه رغم التطور دلوقتي ان هي حاجه عنيفه، بس الموضوع اتحسن كتير وبقى ابسط كتير. تمام. فطبعا دي من افضل الحاجات. بعد كده اهم حاجه ان هو لازم يسمع التعليمات ويمشي على اللي احنا بنقوله بطريقه يعني ما فيهاش نقاش. تمام. احنا بنقول ان احنا الافضل ليك ان هنعمل 1 2 3 يبقى لازم تمشي نعمل 1 2 3 علشان في الاخر نعيش دايما صح. تمام. نورتنا يا دكتور محمد النهارده وشرفتنا، وفقره كانت جميله جدا جدا، ويا ريت كل اللي بيشوفونا النهارده ناخد بقى القرار، يعني ناخد الخطوه ما نسيبش نفسينا زي ما قلنا نكمل وخلاص كده، لا احنا نقف
الوقفة بتاعتنا المهمة جدا جدا علشان نبدأ من البداية ودايما نكمل صح ونعيش للآخر صح. شكرا يا دكتور محمد، نورتنا وشرفتنا النهاردة. شكرا لكم جدا وشرف لي يا فندم. ميرسي يا دكتور. كان معنا النهاردة منورنا دكتور محمد مدني، استشاري طب وجراحة التجميل بمراكز كوينز للتجميل. وأي حد يحب يتواصل مع دكتور محمد أو دكاترة مراكز كوينز كلهم هتظهر تاني دلوقتي قدام حضراتكم، كل البيجز بتاعت مراكز كوينز تقدروا تبعتوا كل أسئلة حضراتكم، وكل الدكاترة هيردوا على حضراتكم 24 ساعة علشان في الآخر ما يكونش أي حد عنده أي مشكلة. خلصت فقرتنا، استنونا فقرة جديدة من عيش صح. ازيكم؟ فقرة جديدة من فقرات ميت ورد. هفكركم بسرعة من فقرة ميت ورد. فقرة ميت ورد بنتكلم فيها على كل حاجة طبيعية ومتقسمة لأربع فقرات. أول فقرة معانا هي فقرة كلام في الجمال. كلام في الجمال هي بنقول فيها أرقام وبنقول فيها معلومات، سواء كانت معلومات عن حاجات طبيعية، سواء كانت عن الأرقام، سواء كانت عن صور موجودة، ترانس جديدة، أبليكيشن جديدة، كل حاجة. وبس ما بنتكلمش على البنات، بنتكلم على البنات والولاد. تاني فقرة هي بتبقى فقرة الضيف، وعادة الفقرة دي بتبقى فقرة مميزة جدا علشان بنجيب ضيف انتوا بتطلبوه أو مواضيع انتوا بتبقوا عايزينها. تالت فقرة وهي فقرة الأسئلة والأجوبة، بنجاوب على كل الاستفسارات اللي انتوا بتسألوها من خلال السوشيال ميديا أو عن طريق التليفونات. زي ايه؟ زي الفيسبوك أو الانستجرام. زي عندنا صفحة انبوكس البلد، والانستجرام بتاعتنا برضو انبوكس البلد، والصفحة بتاعتنا على البيج. آخر حاجة احنا بنقولها هي الوصفة، والوصفة هي بتبقى وصفة طبيعية طبعا، كلها 100% ليها علاقة بالشعر أو البشرة أو الجسم. كلمت كتير بقى، أدخل في الكلام في الجمال. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة هو زيت الزيتون. زيت الزيتون ممتاز للشعر أو البشرة. خليني أقول لكم ليه زيت الزيتون مهم جدا. زيت الزيتون زمان جدا جدا كانوا بيستخدموه للبشرة وللشعر كمرطب طبيعي. زمان ده من سنين؟ لا، بتكلم من قرون كان بيستخدم مرطب للشعر، يعني بلسم للشعر. ليه؟ علشان فيه فيتامين إيه. زي ما الصورة مبينة عندنا، ده شكل زيت الزيتون بالظبط اللي احنا المفروض بنستخدمه. لو جه فاتح عن كده يبقى متخلط بزيوت، ولو جه غامق عن كده ممكن ما يبقاش اكسترا فيرجن او بكر ممتاز. زيت الزيتون بيستخدم ازاي؟ بيستخدم على الشعر، بيتحط كحمام زيت، بيتحط نص ساعة وبعد كده بيتغسل. هل الناس اللي شعرها فاتح ممكن يغمق؟ سنة صغيرة ممكن يغمق سنة صغيرة. ايه اكتر حاجة مهمة في زيت الزيتون؟ هو فيتامين اي او فيتامين ه. ليه؟ لانه انتي اوكسيدنت او مضاد للاكسدة. كلمة مضاد للاكسدة دي كلمة مهمة جدا جدا وفي ناس كتيرة مش عارفاها. يعني ايه مضاد للاكسدة؟ يعني مش انا النهاردة لو قطعت تفاحة بتسود؟ اه. طب لو جبت ليمونه وحطيتها على التفاحه مش هترجع تاني لونها ابيض؟ برضو اه. طب ليه بتسود؟ علشان خاطر اتفتحت فتعرضت لعوامل الجو الخارجيه، فبالتالي ممكن يسبب التجاعيد، فبالتالي ممكن تسبب الخطوط، وممكن يسبب العيوب. الحاجات دي كلها ممكن تخلي ان التفاحه معرضه لعوامل الجو الخارجيه، بتبقى معرضه للاكسده، بتسود، بتكش، بيبقى شكلها مش حلو. فلازم نستخدم حاجه مضاده للاكسده اللي هي موجوده في ايه؟ موجودة في زيت الزيتون اللي لازم نستخدمه. من ضمن الحاجات التانية اللي زيت الزيتون بيعملها اللي هي بيقوي جدا جدا بصيلة الشعراية، فبالتالي بيقلل موضوع السقوط. وصفات كتيرة جدا هنعملها بزيت الزيتون بس في آخر فقرة، فقرة الوصفة. خليني أدخل لكم على حاجة تانية. هل تعلم إن 1% من سكان العالم كلهم شعرهم أحمر فقط لغير 1%، اللي هو الشعر الأحمر الطبيعي اللي هو مش مسبوغ؟ يعني زي الصورة اللي احنا شايفينها، هي بنت كده، هي دي الشعر 1% من سكان العالم كله. طب المعلومة بقى الأهم والأهم، إن 13% من 1% اللي في العالم موجودين بس في اسكتلندا اللي شعرهم أحمر. طب تمام، شايفين البنات كلها اللي بتشوفهم في الشارع شعرهم أصفر؟ صابغين. 2% فقط من سكان العالم شعرهم أصفر الصفار الطبيعي، يبقى 1% شعرهم أحمر، 2% شعرهم أصفر، الباقي كله تقريبا أسود أو بني، وده الشعر اللي لونه دارج. معلومة تانية بقى مهمة جدا، عام 1970 5% فقط اللي كانوا بيصبغوا شعرهم، دلوقتي 75% من الناس كلها بتصبغ شعرها. من 1970 لحد النهارده فرق 70%، الناس ما كانتش بتعمل حاجه في شعرها ودلوقتي الناس بتعمل حاجه في شعرها. فعلشان كده الشعر بيقع وبيتدمر وبيتبهدل، فلازم نستخدم صبغه تبقى امنه جدا او نستخدم الحاجات
الطبيعيه. نسيبنا بقى الموضوع هل تعلم وندخل في حاجه جديده. منتج غريب. المنتج الغريب اللي موجود في العالم هو طبعا نازل بقاله فتره، لو انت بقى بتدخل تستحمى او لو انت بتدخلي تاخدي دوش ومش قادره تدعكي رجلك تعملي ايه؟ تجيبوا الشبشب الموجود في الصوره ده. الشبشب الموجود في الصوره هو بينظف الرجل كل اللي انا بعمله اللي انا بس بهز رجلي فيها كده اهو زي ما انتم شايفين. فيقوم عامل ايه؟ يقوم عامل زي سكرابنج او بيبقى عامل صنفره او بينظف الرجل، وطول ما انا ماشي بمشي رجلي زي العربيه كده لما بتدخل الكار واش في اي بنزينه بنحط فيها الرجل وبيمشي الرجل. ثمنه كام؟ ثمنه تقريبا 140 جنيه او 11 دولار مش عارف كده، اه تقريبا 140 جنيه. بيستخدم فيه الرجل. الميزه بقى اللي فيه ان هو بيعمل ايه؟ هو مش معمول كده وبس علشان خاطر الناس اللي مش قادره ولا الكلام ده، بجد هو بيعمل اللي هو بيعمل عملية صنفرة أو تجديد خلايا البشرة طبيعية، لأنه بيعمل على إزالة الجلد الخارجي أو الجلد الميت لبشرة القدم. ندخل على حاجة بقى عجيبة شوية، ترند على السوشيال ميديا اسمها فيش براوز أو فيش تيل براوز، الحواجب اللي على شكل سمكة. عملتها ريانا وعملها ناس كتير جدا بلوجرز على السوشيال ميديا زي الصورة اللي احنا شايفينها، وده طبعا ترند غريب جدا جدا جدا. أهو معانا بقى بنات عاملين حواجبهم بشكل غريب جدا، عاملين حواجبهم على شكل سمكه. وانا كنت فاكر ان البلوجرز بيعملوا او الناس اللي في السوشيال ميديا بيعملوا حاجات كده كده كليشيه يعني، ما استغربت جدا لما لقيت ريانا عامله الموضوع. ريانا طبعا هي مغنيه اجنبيه معروفه جدا جدا جدا، فريانا عملت بقى الفيش تيل براوز. هل انتوا تقدروا تعملوا ده ولا لا؟ طبعا لا، ويا ريت ما تعملوهوش لان احنا مش عايزين حد يعمل المنظر ده. ندخل بقى في حاجة تانية من الحاجات الغريبة على الترندز الغريبة، الحاجات بقى اللي بتستفزني شخصيا. طلاء أظافر أو مانيكير نزل، مش هقول اسمه، هقول اسمه مودلز اون جولد براش، يعني جولد نيل هو كده ولا كده يعني حدش هيجيبه. ثمنه كام؟ 15 ملي. ثمنه 130 ألف دولار، يعني حوالي 2,275,000 جنيه مصري، خلينا نقول 2.5 مليون. 15 ملي معمول من ايه بقى؟ اهو ده الصورة بتاعته طالعة قدامكم. طلاء اظافر ثمنه 130 الف دولار، اي بما يعادل 2,300,000 جنيه مصري. ليه بقى؟ علشان في 1100، شايفين الغطا ده؟ الغطا ده في 1118 ماس، ماس يعني دايموند، في ماس ومعمول من الذهب ال 24 قيراط تقريبا، هي دي العلبه. وطبعا ما اقول لكم ان جوه طبعا في حاجات معموله بالذهب. مش هسال مين يقدر يجيبه مين ما يقدرش يجيبه، يعني انا هسكت. ادخل بقى على منتج غريب او حاجه غريبه في عالم الجمال. تاني هفضل اقول اتكلمنا عن الدونكي ميلك او لبن الحمار، اتكلمنا عن القوقعه اللي بتمشي على الوش، مساج السكاكين، مساج الفيل. النهارده مساج بقى خطير، لو اي حد متغاظ من حد يروح يلطشه بالقلم او متضايق منه. ورجعنا لكم الفصل. طبعا احنا بيشرفنا ان اي حد مصري يبتدي يعمل حاجات، حتى لو حاجات اوت اوف ذا بوكس، بره صندوق، ويبقى يوصل لانترناشونال او يوصل بره مصر ان هو يعملها. مشرفني ومنورني هشام ولي. ازيك يا هشام؟ ازيك يا سامع؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انت مهيصني النهارده، انا اول مره اطلع لابس بقى بليزر وعامل حركات. ثانك يو، شكرا على استضافتك، وانا مبسوط ان انا معاكم في انبوكس. ده شرف ليا. ايه رايك في تلطيش القلم بالقلم؟ والله انا لسه نفسي الاقي حد اقدر اعمل كده. لسه الاقي حد تفضل تلطش وتعمله كده. بقول لك ايه يا هشام، كلمني انت اكتر بقى عن الموضوع، قول لي الموضوع بدا ازاي، لان هشام دلوقتي مصمم ازياء، مصمم اكسسوارات رجالي. يعني ايه مصمم اكسسوارات رجالي؟ بص، هو الستات على طول ليها اوبشنز كتيره جدا، وسهل جدا ان تلاقي اكسسوارات كتير للستات، لو فضه او نحاس او ذهب او اي حاجه. احنا الرجاله شويه مظلومين في الحته دي، وعندنا او انا شخصيا لقيت ان عندنا في الريجن، عندنا في الميدل ايست وكده، مفيش الاوبشنز الكتيره. على طول لما بنسافر بره بنلاقي حاجات حلوه جدا وبنلاقي اوبشنز كتير، بس هنا ما بنلاقيش حاجات كده. فانا دي كانت هوايه عندي بصراحه، عشان كنت زمان اكتر بلبس بدل اكتر كمان من دلوقتي. فبحب ان انا على طول احط الدبوس، احط زراير للقميص حلوين، دبوس الجرافطه، يعني الاكسسوارات بتاعتنا الصغيره. لا ده انا بس ده انا عايزك تقول للناس ايه هي اكسسوارات الرجاله بجد يعني. فبس فهي كانت هوايه، وبعد كده اصحابي قعدوا يقولوا لي طب ما تعمل حاجه، انت على طول لابس حاجات حلوه، شوف ايه. فهي جت كده فيري ناتشرال يعني، ما كانتش
ما كانتش بلاند، بس بدأنا في آخر 2017 والحمد لله. ده انت ما شاء الله، يعني ما شاء الله من 2017 لدلوقتي. الحمد لله. برضو يا هشام عايز اقول للناس ايه هي اكسسوارات الرجاله؟ الدبوس. أوكي. احنا بنعمل دبوس البدله، في دبابيس صغيره بتحط في الجرافطه او بيبقى زي كليب. اوكي. في زرار القميص الكافلينز، بيبقى فيه برضو بريسلتس، عاملين سلاسل برضو، وشويه شويه بنكسباند في موضوع ايه الاوبشنز اللي بتبقى ممكن تبقى موجوده في حاجات الاكسسوارات الرجاله. فاكسسوارات الرجاله ممكن برضو تبقى واليتس، ممكن تبقى محفظه، ممكن تبقى للناس اللي مثلا بتدخن، ممكن تبقى حاجات للكيس بتاع السيجار مثلا. ففي اكسسوارات كتير ممكن تبقى محطوطه تحت الكاتيجوري بتاع اكسسوارات رجالي. حلو قوي. طب انت بناء على ايه انا جيت النهارده؟ وهو بيبقى بس شكل يعني ده ممكن يليق على اي حاجه ولا يعني كلمني اكتر يعني؟ بص، هو ممكن يليق على اي حاجه. انا بلاقي مفيش حدود ان انت تقدر تلبس ايه، هو الطريقه اللي انت بتلبسها بيها هي دي بتبقى مهمه. اصل انا شفتك في مره او شفت حد لابس البين ده مثلا او الدبوس ده على تي شيرت. على تي شيرت بالظبط. دي بالنسبه لي كانت حاجه انا عمر شوفها بالظبط. بس هي موجوده يعني، انت حتى ساعات بتروح محلات بتلاقي تيشيرتات عليها هي تي شيرت جاي ببينز محطوط عليه اوريدي. يعني فهي فكره الدبوس ممكن يتحط على بكذا طريقه وبكذا شكل. يعني انت دلوقتي لابسه، انت مطلع الدبوس او انا كمان لابس مطلع الدبوس من بره هنا. في ناس بتروح بتحطه بتخبي من ورا من القماش، ممكن ناس بتلبسه على قميص حتى، ممكن ناس بتلبسه على التي شيرت. عندي ناس مثلا عمله من الخليج بيلبسوه على التوب بتاعهم، على الجلابيه بالظبط. أوكي. فهو في كذا طريقه للبس يعني. اعرف حد مره عميل مره بعت لي صوره لبسه على الياقه بتاعه القميص، حطه على ما اعرفش ازاي، بس هو لبسه كده وطلعت حلوه فعلا، شكلها حلو جدا. زي الكولر، في برضو اكسسوار للرجاله اللي هو بيتحط في القميص اللي بيبقى كولر بار، بيبقى بار محطوط كده ونازل منه مثلا زي حاجه. فهو استعمل الدبوس بتاعنا وحطه كده. طب انا سمعت بقى انك انت حصل حاجه كده قريب، حاجه خبر سعيد جدا جدا قريب. هو انا اللي عاجبني، عارف انا اللي عاجبني جدا ايه في الـ في الـ في الفكره نفسها او كده، ان الموضوع يكاد يكون في ظاهره حاجه بسيطه جدا، دبوس بدله بالظبط. بس يعني من دبوس البدله دي ايه اللي حصل؟ احنا لسه من كام يوم عرفنا ان احنا عملوا علينا ارتكل في فوج مان اريبيا. فوج مان اريبيا من الناس اللي ما تعرفش، هي من اشهر المجلات العالميه، او فوج عموما من اشهر المجلات العالميه اللي بتكتب على الناس اللي هي بتقدم حاجات جديده وحاجات كرييتيف جدا جدا جدا، وبالذات في الفاشن سيكتور. وبالذات في الفاشن سيكتور طبعا، والحاجات اللي ليها علاقه بالازياء سواء كانت طبعا الرجاله، لان فوج مان اريبيا. طب تيجي نشوف مع بعض شويه صور كده، انت ننزل بالصور الحاجات بقى اللي انت عملتها ده. انا عرفت انت عملت حاجه لحبيب الملايين محمد صلاح، صح؟ اكيد هتظهر لنا دلوقتي. ها معانا ولا ايه؟ اهو. احنا فعلا يعني جت برضو بالحظ، بس كانت صدفه حلوه جدا ان احنا قدرنا نلبس المنتخب دبابيس مع الشركه اللي كانت عامله لهم البدل لما كانوا رايحين روسيا في الورلد كاب. الكونسبت جه ازاي؟ او انت لبسته دبابيس عامله ازاي؟ او ليه ده؟ هي الكونسبت هو اللوجو بتاع الشركه، هي الشركه كان فيه سبونسر اللي عامله لهم البدل واللبس كله، فده دخلنا اللوجو بتاع الشركه مع اللوجو بتاع كاس العالم. حلو قوي. وعملنا دبوس كاستمايزد للمنتخب كله ان هو يلبسه. حلو قوي. لا لا انا طبعا دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا اكيد دي طفره يعني، دي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه بصراحه. طب والصور بقى الثانيه، احنا عايزين بقى نشوف كده اهو ده المنتخب كله بقى على بعضه. بس دي اكيد كانت بالنسبه لك يعني نفسيا دي اكيد كانت حاجه فظيعه. طب ورد فعل الناس كان ايه؟ بصراحه كان حلو جدا يعني، حلو جدا، لانه طبعا ما كان يعني احنا كنا فتره صغيره، وفتره صغيره الحمد لله قدرنا نوصل لناس معينه او طبعا. فات واز جود. اهي كلمنا بقى عن الصوره دي. طبعا الحمد لله برضو توفقنا انه كذا حد من الممثلين المشهورين جدا في مصر لبسوا من عندنا في كذا احتفال، في الجونه فيلم فيستيفال، في الكايرو فيلم فيستيفال، في كذا ايفنت مختلفه. ده ابو ابو yes. اوكي أو ده اكيد في الجونه برضو فيلم فيستيفال yes. صح اي ثينك سو. هو كذا ايفنت مختلفه بصراحه. ده برضو بين شكله حلو جدا ولايق جدا بقى على الاسود، هو كده ظاهر. هو فعلا كان لونه ذهب وفي حجره خضراء، في اميرالد اخضر. احنا بنستعمل حاجاتنا كلها معموله من احمد حلمي لسه، ده جديده. احمد حلمي لسه دلوقتي على ايرب جوت تالنت طالع بيها وبتاع بالظبط. ده انت خلاص بقى بنحاول. والله بص بنحاول نعمل حاجه جديده. عمر عمر سعيد، ازيك يا عمر؟ الفنان عمر برضو كان لابس من عندنا. لا بجد يا احنا بنحاول نعمل حاجه جديده تو اكسسوارز. الواحد هو يا اما الجزمه يا اما الساعه للرجاله. انا طول عمري كنت اقول الحزام مش على طول، عشان برضو ساعات بنلبس تي شيرتس وكده فمش على طول. فايه الفكره اللي احنا نزود شويه؟ والسلاسل والغوايش موجودين من زمان قوي،
والناس افتكر كانت بتفتكر ان هم لازم الناس الكبيره بس هم اللي يلبسوا الدبابيس وكده، او دايما يقول لك هو بني ادم محنك قوي بقى اللي هو، بس هي لا مش كده خالص، انت ممكن في كذا طريقه ممكن تلبسه فيري كاجولي. ف طب خليني اقول لك عايز ادخل بقى في حته تكنيكاليتي، عايز ادخل في حته تكنيكاليتي وعايز ادخل في حته نفسيه، خلينا في النفسيه شويه بس. التكنيكاليتي انت بتبدا ازاي؟ يعني انت النهارده واحد بعت لك قال لك هشام انا عايز اعمل حاجه كاستمايز، عايز اعمل حاجه بحرف الحاء لان انا شفت عندك حروف وشفت عندك تاج وشفت عندك حاجات كده، بتبدا ازاي؟ هقول لك بص احنا عندنا بتنزل الكولكشن بتاعك جديد ازاي او كده؟ احنا عندنا مين الكولكشنز، يعني احنا بننزل كل حوالي 6 اشهر بننزل كولكشن جديد، احنا ان شاء الله كمان منزلين اول الشهر الجاي الكولكشن الرابع بتاعنا سو فار. حلو قوي. فاحنا بننزل كولكشن، كل الكولكشن بيبقى ليه ثيم معين او فكره معينه. اول كولكشن ساند ستورم كان مستوحى من البلاد العربيه، عشان انا مثلا مصري اتولدت بره وعشت بره ورجعت على مصر، فكنت عاوز ان هو يبقى مستوحى من اي كل حاجه بتفكرني بالبلاد العربيه كلها. اوكي. تاني كولكشن كان اسمه ثورنز، كان مستوحى، لا الاولاني كان ساند ستورم. ساند ستورم ده ليه علاقه بالبلاد العربيه؟ بالبلاد العربيه. اوكي. وحسيت ان احنا البلاد العربيه الساند ستورم اسم يبقى يعني ساند ستورم اللي هي الرياح الرمليه. الرياح الرمليه. تاني كولكشن كان اسمه ثورنز، مستوحى من الورد اللي في الافراح، احنا الرجاله بنلبس على طول على التكسيدو او على البدل الورده، فانا قلت بدل ما نلبس الورده الطبيعيه طب ليه ما اعملش 9 أو 8 حتت مستوحين من ورد مختلف. حلو قوي. فدي كانت فكره برضو يعني منتجه اكتر للافراح وللايفنتس. اوكي. تالت كولكشن كان اسمه كينجز اند كراونز. كينجز اند كراونز. وكان مستوحى من كل حاجه فيها ملوك ورويالتي وكده، فكان في زي ما انت بتقول التاج، النشان، الفلور دي ليس اللي زي اللي انت لابسها، كذا حاجه كده مختلفه ليها دعوه بكده. قبل بقى ما تتكلم على الكولكشن الرابع هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنوا. فكركم تاني ان احنا كان مشرفنا مصمم الاكسسوارات الرجالي هشام ولي. يا هشام اهلا. بس كنت بنتكلم في الاول عن ان انت عملت 3-4 كولكشنز، اول حاجه كانت اللي هو الساند ستورمز او الرياح الرمليه، تاني حاجه الورد والحاجات كده، تالت حاجه ليها علاقه بالرويالتي الملكيه والحاجات دي كلها. مبدئيا اسالك قبل ما ندخل في الرابع، الافكار دي بتجيلك منين؟ يعني انت فجاه مثلا قاعد كده على الصحراء كده قررت انه انا هعمل هو كينجز اند كراونز؟ يعني هو كل واحد بصراحه بيجي بشوف حاجه، بكون في مكان شفت حاجه ليها علاقه بالرويالتي. ايه ما انا كنت مسافر بره ورحت على ون اوف ذا بيج ميوزيومز، الميوزيومز المعروفين جدا بره، المتاحف العالميه الموجوده بره، ودخلت اتفرج عادي. انا بحب اتفرج على الحاجات يعني اصل كل حاجه ممكن تشوفها، الكوبايه دي ممكن تبقى انسبريشن او فكره تطلع فكره لحاجه. فدخلت ودخلت على سكشن كان كله المجوهرات بتاعت الملوك بتاعت زمان. بس فاتفرجت عليهم قلت انا لازم اعمل حاجه ليها دخل الموضوع ده، لانه طبعا بتشوف حاجات فظيعه يعني طبعا. فهي الفكره بتيجي كده يعني كده عادي. طب بقول لك ايه الرابع بقى، احكي لنا على الكولكشن الرابع. هو الرابع لسه ما نزلش، بس هو انسبايرد باي الهورسكوبس الاسترولوجي الابراج. ده هيبقى لطيف جدا. انت برج ايه؟ انا برج القوس. انا برج الجدي. عامل لنا حاجه للجدي بقى، برج القوس. لا عاملين يعني ديزاينز حلوه للابراج. بس دي حلوه قوي. ايه طب معلش انا اسف، الانسبريشن ده جالك من ايه؟ فجاه كده برضو حسيت انه ايه فكره حلوه اي حد هيبقى يعني يقدر يعمل كونكشن معاها. ما هو برضو البيسز دي، انت الاكسسوارات لما احنا بنروح نشتري حاجه انت لازم تحس ان انت يعني يو كونكت تو ذا بيس عشان تحب تلبسها. فقلت ايه الفكره اللي ممكن وكل الناس هتبقى لا ده هي هتبقى رهيبه، لان انا لو ماشي كده شفتك ان انت البرج ده خلاص بقيت صاحبي. بالظبط. وهو اول سؤال اصلا بنتساله دلوقتي لما بتقابل اي حد، ايه برجك ايه؟ فلقيتها ان الفكره هتبقى لذيذه. وده هينزل امتى بقى؟ ان شاء الله الشهر الجاي. طب انا برج الجدي ها ما تنساليش. خلاص. طب قول لي ايه الاحجار او ايه الحاجات اللي طيب خلينا نتفق على حاجه. انت عندك دلوقتي في البينز بتاعتك او الدبابيس بتاعتك او البريستيت بتاعتك اللي هي الحاجات اللي بتلبس من ايد زي اللي انت لابسها دي، عندنا كاتيجوريز، عندك حاجات بتبقى بلين او بتبقى ساده، وعندك لحد حاجات بتزود على حسب ما بيطلب منك. اشرح لنا اكتر الحاجات اللي انت بتستخدمها. بص هو احنا عندنا احنا البراند نفسه معمول في براكت معين، هو يبقى افوردبل يعني متاح لكل متاح الناس. لكل الناس بالظبط. بنستعمل نحاس وفضه وبنطليهم. دي معموله من ايه يا هشام؟ دي معموله من نحاس مطليه ذهب، وعين معموله من الصدف من ماذر اوف بيرل.
اوكي. فاحنا بنستعمل انا بقول على البراند بتاعنا ان احنا بين الاكسسوري وبين الجولري، احنا في النص. بسميه فاين اكسسوارز. دي مثلا معموله برضو من نحاس مطليين ذهب وبلاتين، في واحده بيضاء وواحده ذهبي وواحده فيها الموزة سودا وواحده فيها زركون اخضر. في ايه افوردبل ايه بس ومتاح لكل الناس؟ ايه لا لا ما بص احنا دي برضو معموله من نحاس ومطليه بلاتين متعتق عشان يديها اللوك اللي هو دي بقى الانتي. خطيره دي تحسها عربيه قوي او فيها تراث. هي كولد فيدد رويالتي عشان تحس التجاعيد اللي فيها دي بتعبر عن الازمنه بالظبط. لا ده الموضوع كبير. والله بجد ده الموضوع كبير. بحب افكر في كونسبت لكل حاجه كبير. يعني لا يعني انتوا متخيلين ان هو فعلا معتق البريسلت دي او الغويشه دي علشان خاطر بتبين ان يعني حاجه ليها كونسبت كده على مر العصور، فبالتالي بيبقى فيها تجاعيده معينه. فطبعا ايه تاني الحاجات اللي انت بتستخدمها؟ هو بنستخدم الفضه ونحاس وبنطليهم بذهب او بلاتين وبنحط فيهم حسب ما اشوف. انا برضو عندي ليميت عاوز البراند يبقى فيه، مش عاوز اغليه قوي ومش عاوز طبعا يبقى يعني لو كواليتي، مش عايز تغليه قوي فحطيت خرزه. فبشوف الستونز اللي تقدر تمشي مع القطعه وما تغليهاش قوي. أوكي. ففي حاجات بنستعمل فيها حجر طبيعي، اميرالد، سافاير، الماز، وفي حاجات بنستعمل فيها زركونات وحجر يعني سينثيتك مش طبيعي. اوكي. فحسب القطعه وحسب الديزاين بتاعها. ده مثلا الكف ده كان من الكولكشن الاولاني بتاعنا. ده كافلينجز، ده اللي هو ده كافلينج بالظبط زرار، وده فيه حجر طبيعي سافاير. اسمه ايه؟ سافاير. بلو سافاير. اوكي. وده حجر طبيعي. ده حجر وهي طبيعي. هي معموله من الفضه والنحاس ومطليه ذهب مط ولميع. تحفه. ايه تاني الصوره اللي معانا بعد كده؟ في ايه تاني؟ ده من الكولكشن الاخير من كينجز اند كراونز، وده فكره ان هو الملك السكول. الجمجمه اللي هي الجمجمه الملكيه، فده اسمه هيز رويال هاينس. وعايز اقول لك ان طب نكمل دي. دي برضه من الكولكشن الجديد، ودي كافلينجز ذهبي يعني كلاسيك، مور اون ذا كلاسيك سايد. حلوه جدا جدا. تصدق بقى ان دي عجباني من اكتر حاجات اللي عجباني. دي كانت برضه من الكولكشن الاولاني. دي مكتوب قوه. دي مكتوب عليها قوه. مكتوبه. أوكي. قوه بالعربي. أوكي. او دي كانت بالكولكشن الاولاني. احنا كان عندنا في الكولكشن الاولاني ثلاث كلمات، قوه وحب وشغف. اوكي. فحسيت ان الثلاث كلمات دول ليهم دعوه ببعض قوي. ودي كان فيها الماز اسود الثانيه. دي العين السوداء. لما بتتفرج على الحاجات الملكيه او الافلام او كده بتلاقي على طول التعبان والعين السوداء والخنجر وكده، فكانت مستوحيه من الفكره دي يعني. لا بس بقول لك ايه، هي الحاجات دي رائعه. انا عاجبني جدا الكرياتيفيتي حتى في التفاصيل الصغيره. شكرا. حتى في التفاصيل الصغيره بجد ما شاء الله. كلمنا على البريسلتس مثلا، نفس الحاجات هي اللي بتستخدمها في البريسلتس؟ نفس الحاجات. احنا دلوقتي زي ما قلت لك عندنا برضو بريسلتس طلعوا في اول كولكشن وفي ثاني كولكشن. الكولكشن الجاي ده ما فيهوش بريسلتس، هيبقى فيه نكلسز، سلاسل ودبابيس. حلو قوي. بس البريسلتس احنا بدانا بيهم نحاس وفضه، وفيهم فيهم حجر وفيهم ساده. وان شاء الله هنبدا نطور فيهم كمان، ننزل حاجات جديده، افكار جديده للغوايش يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال. طب نشوف دي سلسله مثلا. دي سلسله، دي زي الكافلينجز اللي شفتهم زرايل اللي دي بتاخد منها العين السوداء. دي العين السوداء، قلنا تغيير شويه من العين الزرقاء. الكولكشن الاولاني كان عندنا عين زرقاء. فقلنا المره دي نعمل عين سوداء. حلو قوي يا شباب. جاي اسالك سؤال اخير، يعني سؤال اخير كده وانت برضه عايزك تقولي عليه. اللي انا عارف انت كنت قاعد في مصر تقريبا. اوكي. وبعد كده جيت من 2000 بتقولوا 19 من 17. اول 2019 اخر 2016 نقلت على مصر. اول 2017 يعني ابتديت في الموضوع ده، وادينا احنا اهو النهارده ما نقدر نقول احنا في اوائل 2019. بالظبط. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني عين السوداء. نمسك الخشب انك انت ما شاء الله واصل كده. اللي انا عايز اتكلم فيه بقى الجانب النفسي بقى. ان لو في بني ادم النهارده حاسس ان هو مش قادر يوصل، او ان هو يقول لك انا محبط، او ان انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف ابدا البيزنس بتاعي، عايزك كده بقى كواحد بقى مصري بقى اصيل كده ما شاء الله قدرت تنجح. لان في ناس يقول لك انا لو مش هبدا المشروع كبير مش هبدا خالص. واللي انا عارفه انك انت برضو ما بداتهوش كبير، هو ما شاء الله الله اكبر الدنيا ابتدت تكبر معاك واحده. فعايزك بليز تقول للناس نصيحه لاي حد او اي بنت بتتفرج عليك
تبدا ازاي يبقى عندها ايه، لان انت اكيد مريت بستراجلز او مريت بعقبات يعني. لا هو ما فيش حاجه بتيجي من غير عقبات ومن غير تعب ومن غير ايام احباط، لما تبقى قاعد بتفكر هو انا بعمل ايه، هو انا ليه بعمل كده اصلا، انا خلاص هسيب كل حاجه مش هعمل كده. بس هو ده اللي بيقويك اصلا، ان انت يعني اذا انت بتصدق في حاجه انت بتعملها. انا كنت بشتغل كوربريت جوب برضو، كنت بشتغل شغلانه ثابته وسبتها عشان اركز في هو، لانه حاجه انا مصدق فيها وشايف فيها بوتنشال، وحاجه بصحى كل يوم الصبح مبسوط ان انا اعملها. فانا شايف انه هتلاقي ايام تبقى تعبان فيها وايام مش طايق نفسك، بس برضو لازم تفضل مكمل لو انت يو بليف في الموضوع اللي انت بتعمله وحبه وبتصحى كل يوم مستعد ان انت تفكر افكار جديده ومتحمس، هو ده احسن حاجه. ربنا يوفقك. ما تبقى الشغل بعد كده بتبقى حاجه انت بتحبها بتعملها. بتبقى حاجه ربنا يوفقك. وانت تشرف وتشرف بجد والله العظيم، الحاجات اللي انت شفتها دي تشرف وشرفتني، وربنا يبارك لك. انا اللي اتشرفت باستضافتك. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو فور يو بجد، انا متشرف جدا بيك، وان شاء الله اي حد يتفرج علينا بقى ياخدك كده مثل اعلى، لانك فعلا فعلا مثل اعلى. شكرا يا هشام. شكرا يا حسام. استنوني الفقره اللي جايه، فقره الاسئله والاجوبه والاستفسارات، وما تنسوش لو عاوزتوا اي حاجه تبعتوا لنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا كلها. استنوني. ورجعنا لكم الفاصل دلوقتي، فقرة الأسئلة والأجوبة. هفكركم تاني، الأسئلة بتتسأل لنا على إيه، وطبعا بنجاوب عليها في فقرة الأسئلة والأجوبة. الأسئلة بتتسأل لنا على صفحتنا على الفيسبوك والإنستجرام، صدى إنبوكس البلد على الفيسبوك وإنبوكس على الإنستجرام. هقول لكم دلوقتي شوية أسئلة تسألت لنا كتير جدا جدا جدا، هحاول أمشي بسرعة قوي قوي على الأسئلة. أول سؤال سأل لي: لو سمحت يا حسام، عندي هالات سودة تحت العين وفوق الجفن، كمان مش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة أفضل أستعملهم إيه حوالين العين، وإزاي أهتم ببشرتي اللي حوالين العين. بص يا ستي، السواد اللي بيجي تحت العين ده بيجي من كذا حاجة، أولها الأرق أو الإرهاق أو الكمبيوتر أو الشغل أو عدم النوم، آخرها الوراثة. طيب يعني اللي أنا هقوله دلوقتي هيشيل موضوع الوراثة؟ لا مش هيشيل موضوع الوراثة، بس على قد ما يقدر هيبتدي يقللها. واللي أنا هقولها يمكن تبقى باينة إن هي تقليدية، بس هي في الحقيقة مش تقليدية. من أكتر الحاجات اللي بتروق جدا السواد اللي تحت العين النعناع. ازاي النعناع؟ بجيب نعناع وبقوم حطه في مية وحطه في حلة واغليه، وبعد كده اخد الانفيوجن او اخد المستخلص بتاع النعناع ده، كأني بدل ما اشربه اسيبه واحطه في طبق مدور، خلاص. وبعد كده احط جواه قطن، يبقى اللي هيحصل ان القطن هيبتدي يعمل ابزوربشن لميه النعناع او يمتص ميه النعناع. هسيبه لحد ما يبرد خالص، اقوم حطه في الفريزر. ايه اللي هيحصل؟ القطن اللي دخل فيه ميه النعناع هيجمد شويه، 10 دقائق ربع ساعه اقوم واخد القطن اللي فيه ميه النعناع واحطه كمادات ساقعه تحت عيني. النعناع بيعمل عمليه ريفرشمنت غير طبيعيه، فيبتدي يسحب اي ارهاق موجود تحت العين. دي اول حاجه. تاني حاجه اقدر اقول عليها، هي معلومه بسيطه جدا جدا وسهله قوي، ان احنا نجيب اي معلقه متوسطه. المعلقه المتوسطه دي هتحطيها في الفريزر او هتحطها في الفريزر، هتبقى ساقعه بشكل غير طبيعي. باجي بالمعلقه واقوم حاططها كده، هتفتح العين، مش هتفتحه التفتيح الرهيب يعني، بس عملية السقوعية دي مع السواد اللي تحت العين أو البقع السوداء اللي بتبقى تحت العين بتفتحها شوية، لأن هي بتجري الدورة الدموية. إزاي تعتني بيها؟ إنك أنت تعملي الموضوع ده مرتين في الأسبوع. مش بقولك برضو إن هي هتفتح التفتيح الرهيب، بس هي هتروقها بشكل غير طبيعي. وطبعا أهم حاجة الجل أو الكريم بتاع تحت العين، لأن كل ما البشرة تحت العين جفة كل ما السواد بيكتر. هي علاقة طردية، كل ما البشرة بتبقى جافة تحت العين كل ما السواد بيكتر، فلازم نرطب علشان نقلل السواد. مساء الفل، عايزة حاجة لحبوب الوش، وهتكلمنا على وصفات النهارده. هعمل لكم ثلاث وصفات لزيت الزيتون للشعر، دي حاجه هقول لكم عليها، فابتدوا جهزوا معايا ورقه وقلم، هي الفقره اللي جايه على طول، وطبعا هي الفقره الاخيره لحبوب الوش. بص يا ستي، احنا عندنا ثلاث حاجات في العالم الحبوب كتيره جدا فيهم. هي ما بتبقى تقريبا 60% في الوش، وبعد كده على الصدر 15% وفي الظهر 30%، دي ريتس موجوده في العالم. علشان ازاي يعني ازاي اقدر اوفركم او اشيل موضوع الحبوب ده؟ الوقايه. زي ايه؟
زي ان انا لازم انظف الوش كويس جدا، ده واحد. اتنين، ان انا لازم استخدم حاجه فيها زنك، لان الزنك بيعالج جدا الالتهابات. دايما بقول ان الزنك عباره عن ايه، الزنك بيروح للحبوب يقول لها انا جاي اعالجك. طب الزنك ده موجود في ايه؟ موجود في الزبادي. فممكن اجيب زبادي اقلبه كويس قوي 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 لحد ما يبقى كريمي، او لحد ما يبقى عامل زي الكريم بالظبط. نقطه زيت زيتون وهعملها لكم برده كمان شويه، وابتدي احطه لوشن على البشره، ده هيروق جدا جدا الحبوب. الحبوب وسقوط الشعر والتجاعيد من الحاجات التقيله جدا، ان لازم يكون فيها كونسيستنسي او لازم يكون فيها استمراريه. فما تتخيليش، او في ناس كتيره جدا بتبقى تحت انطباع ان يوم ما ابتدي اعمل ماسك الزبادي هصحى ثاني يوم الاقيه بيرفكت وخلاص الحبوب اتشالت، لا، بياخد وقت. حاجة تانية برضو قبل ما أسأل السؤال الثالث، معلش أنا بدي الأسئلة حقها شوية. ماسك الطمي أو الماسك التين ده بيبقى موجود عند، طبعا موجود في الأردن بشدة، بس بيبقى موجود عند العطارين في مصر. الماسك بتاع الطمي ده بيعمل إيه؟ بيتحط على الحبوب أو بيتحط على البشرة اللي فيها حبوب فبينشفها. فلما بينشفها إيه اللي بيحصل معي؟ الحبوب دي بتبقى أكتر عبارة عن إفرازات دهنية بتطلع على سطح البشرة، فما بينشفها الدهون دي بتقل، فبالتالي بيسيب البشرة. طبعا أوعوا تلعبوا في الحبوب، لأن هي بتسبب العيوب وبتخلي فيه سكراتشز أو بتخلي فيه آثار للحبوب. نقول بقى كام سؤال تاني. ازاي اختار ايه هو الصن بلوك؟ واحده بتسالني ازاي اختار واصلا مش عارفه ايه هو الصن بلوك. طيب الصن بلوك هو الواقي من الشمس، اوكي. وفي ناس تانيه بتبيعه على انه صن اس بي اف. اس بي اف يعني صن بروتكشن فاكتور، او الحامي من الشمس. صن بروتكشن يعني الواقي من الشمس، الصن بلوك اللي هو بيمنع اشعه الشمس. اول حاجه لازم تعمليها في الصن بلوك عشان ما تسمريش، لان احنا طبعا داخلين على الصيف وفي ناس ما بتحبش تسمر، انك انت لازم تستخدميها على البشره قبل ما تنزلي بتلت ساعه. تمام، انا نزلت، وعايز اقول لك على حاجه، انا بنزل بقى وبقعد في الشمس براحتي وبقعد مع اولادي. لو هتعملي كده لازم تعيدي حططان الصن بلوك مره كل ساعه ونص. طب ليه بحطه قبلها بتلت ساعه قبل ما انزل؟ علشان يلحق يتوغل جوه البشره فيبتدي يعمل لك البارير، او يبتدي يعمل لك الوقايه من الشمس نفسها. دي اهم حاجه. وطبعا دايما بقول كل ما اقلل كل ما بيديني النتيجه الاكتر، فلاس از اولويز مور. دايما كل ما اقلل من اللوشن بتاع الصن بلوك كل ما يحمي البشره من اشعه الشمس. شويه اسئله جات لي وعندي كتير جدا جدا، مش هقدر ارد على كل الاسئله، بعتذر. اسالوني على الانستجرام او الفيسبوك وهرد عليكم بنفسي. اخر فقره، فقره الوصفه، جهزوا معايا ورقه وقلم، استنوني. رجعنا لكم الفاصل، فقرة الوصفة. الوصفة معانا النهاردة 1 2 3 أربع وصفات، أربع وصفات كلهم بزيت الزيتون. هرجع أقول لكم تاني فوائد زيت الزيتون سريعا للشعر وللبشرة. للشعر زيت الزيتون كان بيستخدم كأنه مرطب طبيعي. يعني إيه كلمة مرطب طبيعي؟ ما كانوا بيقولوها زمان مرطب للشعر، يعني دلوقتي كونديشنر أو بلسم للشعر زي ما هي ظاهرة قدامنا على الشاشة. بيقلل جدا من سقوط الشعر لأنه بيحتوي على حاجات مضادة للأكسدة، بيقلل الالتهابات، فبالتالي بيقلل القشر بتاع الشعر، أو للناس كتيرة جدا بيخلي الناس بتهرش، فده بالحاجات اللي هو بيعملها. من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها اللي هو مرطب، يعني بلسم للشعر، بيساعد جدا جدا على انه بيخلي الشعر بيلمع. في ناس كتيره جدا بتقول لي حسام انا بحس ان شعري ما فيهوش، مش صحي، مش هيلثي. فطبعا زيت الزيتون كويس جدا ليه، وبيحافظ على الشعر ان هو يفضل مكانه. عايز اقول لكم الناس اللي بتصبغ شعرها او اللي شعرها متدمر، من اكتر الحاجات الكويسه ليه زيت الزيتون. عايز اقول ان زيت الزيتون كمان لما بيتحط على البشره مش بيزيد، لان هو من اكتر انواع الزيوت اللي بيتعمل له ابزوربشن من الجلد. بس احنا طبعا ما ينفعش نحط كتير جدا. زيت الزيتون ليه فوائد كتيره جدا، بس طبعا لو دخلناه في وصفات هيبقى فوائده اكتر. ما اكثر البنات اللي بيستخدموا ميك اب او مكياج او مصحيك البشره؟ الميك اب اللي بيستخدموه طبعا بيبقى عايز يتشال بشكل طبيعي وبشكل كويس. اول حاجه نصيحه هبتدي اقول عليها مهمه جدا للبنات النهارده، اي بنت حطت مكياج شالت الميك اب بتاعها بالمنديل، يعني مش عارف الوايبس، المناديل المبلله، مش المفروض خالص انك انت تاخدي المنديل ده وتقومي مسحه بيه الميك اب كده وتطلعي بيه لفوق. ليه؟ لان حضرتك ممكن يبقى على بشرتك فيها بكتيريا،
فبتنقلي البكتيريا من هنا لهنا، فتصحي الصبح تقولي لي انا فجاه لقيت حبوب هنا من ايه؟ لان انا بنقل البكتيريا. الصح بقى ان انا اعمل ايه؟ الصح ان انا اعمل التالي، ان انا اخد الوايبس بتاعتي اعمل اقطعها كده، اقطعها اربع ارباع، ولما اقطعها كده بقت هي دي الوايبس بتاعتي. انا ليه بجيب سيره اصلا الميك اب؟ جيب سيره الميك اب لان انا هعمل لكم مزيل مكياج طبيعي 100% دلوقتي، وببتدي اقسمها بعد الاربعه كده، ابتدي اقسمها كده. طيب اخد الخد اليمين امسح بيه من تحت لفوق، ليه؟ لان احنا عارفين اي راجل او اي ست او اي بنت لو مسحوا او يعني او غسلوا وشهم او حطوا كريم من فوق لتحت تجاعيد تكتر، فلازم يبقى من تحت لفوق، فبقوم ماسح من تحت لفوق. خلصت الخد ده اقوم قالب علشان البكتيريا خلاص هنا كده، اقوم قالب اخد الناحيه الثانيه، خلصت اقوم فاتحها وقالب اطلع على القوره، خلصت اقوم قالب الناحيه الرابعه الاخيره واشيل هنا. يبقى انا كده قليت كل البكتيريا اللي موجوده على البشره اللي انا ما شلتهاش بحاجه واحده. طبعا خليني اقول لكم بقى على ايه، انا مش مجهز على فكره الكلام اللي انا بقوله ده والله، بس خليني اقول لكم كده ان فجاه كده اول حاجه ان البنات بيجوا يمسحوه ازاي، بيجوا يمسحوه كده، الحركات دي ادي تجاعيد، زائد ان احنا بنحطه على البشره كلها، فالبكتيريا بتزيد، فالحبوب بتزيد، فالبلاك هيدز بتزيد، فالامور بتبقى اكثر تعقيدا. ده من ايه؟ ده من ان احنا بس بنمسح المكياج غلط، ما بالك بقى لو نمتي بيه. الحلقه الجايه خليني اقول لكم الوصفه بتاعتنا هي مزيل ميك اب طبيعي. مزيل ميك اب طبيعي متكونه من ايه؟ من 3 معالق كبيره زيت زيتون، 2 معلقه كبيره زيت لوز، واللوز اسمه لوز حلو. عندنا نوعين من الزيت، سويت الموند اويل وبيتر الموند اويل، بس احنا هنستخدم زيت اللوز الحلو، وعندنا معلقه كبيره من زيت الخروع. هعمل لكم بقى الوصفه سريعا كده. انا دلوقتي هجيب زيت الزيتون اول حاجه، وثلاث معالق كبيره انا هستخدم دلوقتي. طيب انا واضح ان انا كده جبت ميه الورق، لا مفيش مشكله، هو ده فيه زيت خروع، اوكي هحط عليه 3 معالق زيت زيتون. ودايما اما بنيجي نعمل اي وصفه في حياتنا النصيحه الابديه ان كل ما احط حاجه لازم اقلب، ما ينفعش احط كله على بعضه وفي الاخر اقلب، ده مش صح، احط حاجه اقلب كويس جدا، والعبره بالتقليب لانه ده اللي بيدخل لي كل الانجريدينتس في بعض او كل المواد الطبيعيه كلها في بعض. بعد ما اعمل كده هقوم جايب زيت اللوز الحلو، ادي زيت اللوز الحلو مقدار معلقتين، وايه تاني؟ وهقلب. يبقى زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون مع زيت الخروع. زيت الخروع بيبقى تقيل شويه، بيبقى عامل زي الجل، فعلشان كده ما ينفعش الناس تحطه لوحده، واللي بيحطوه على الحواجب والرموش عشان يتقل طبعا هو كويس جدا، بس برضه ما ينفعش احطه لوحده. ادي ده الشكل بتاع مزيل الميك اب. طيب احنا عندنا نوعين من الميك اب ريموفر، عندنا اي ميك اب ريموفر اللي هو بيشيل تحت العين، وعندنا الفيشل ميك اب ريموفر او اللي بيشيل الوش. اللي بيشيل تحت العين بيشيل الوش كله، انما اللي بيشيل الوش كله ما بيشيلش تحت العين. طب ده بيشيل ايه؟ بيشيل اللي تحت العين، فبالتالي بيشيل الوش كله. هدخل في الوصفه الثانيه سريعا، هي عباره عن افوكادو. الافوكادو اهو ده افوكادو، بنجيب ثمره افوكادو من عند السوبر ماركت اهي، فيها افوكادو مهروس ومعاه زيت زيتون، ده مرطب للشعر او كونديشنر للشعر او بلسم للشعر فقط لا غير، هو عباره عن ماسك. بجيب ثمره الافوكادو وبعد كده اهي. طيب حسام انت هرستها ازاي؟ انا كل اللي انا عملته جبت زي ما بتجيبي بالزيت بطاطس وبتهرسيها علشان تعملي بطاطس مهروسه او بطاطس بيوريه او ماش بوتيتو، بنقوم عاملينها كده. وايه تاني؟ بقوم جايب زيت زيتون زي اللي انا لسه قايل عليه دلوقتي. ادي يا جماعه زيت الزيتون اهو 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 بالراحه زيت الزيتون، وما باخدش اكتر من معلقه زيت زيتون عشان ما زيتش، وبقلبه كويس قوي، بفضل اهرس فيه اهرس فيه اهرس فيه لحد ما يديني التكستشر او الملمس بتاع الكريم بالظبط. خلاص. طيب الافوكادو بيطري جدا الشعر وبيقوي كمان الشعرايه، الناس اللي حاسه ان شعرها ضعيف. انا اكتر حاجه بسطاني لو انتوا قادرين تشوفوا كويس ان هو عامل زي الكريم بالظبط اهو، مدي تكستشر الكريم مش مكلكع، ودي اهم حاجه في الموضوع ان هو ما يبقاش مكلكع. طيب بيتعمل ازاي؟ الشعر وهو مش نظيف، اوكي الشعر باخد شويه من الماسك اللي انا بقول عليه ده، وهبتدي احطه على
الشعراية نفسها، بستنى من 20 دقيقة لحد 30 دقيقة ينشف على الشعر وأقوم عامل حمام البخار. يعني إيه حمام البخار؟ يعني حمام الفوطة السخنة. يعني إيه حمام الفوطة السخنة؟ يعني بجيب حلة فيها مية وبحط فيها الفوطة، أقوم واخد الفوطة حطه على الشعر. ده بيعمل إيه؟ ده بيفتح المسام، فبالتالي يستقبل الخلطة اللي أنا بعملها بشكل أحسن وأحطه على الشعر. خلصت من الموضوع ده، هدخل لنا على الوصفة الثالثة وال لا مش الأخيرة، قبل الأخيرة أو على حسب وقتنا. عندنا برضو مرطب للشعر. مرطب للشعر عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثانية أهي، عسل أبيض ومية ورد وزيت زيتون. تاني، مرطب للشعر عبارة عن إيه؟ عسل أبيض لأنه طبعا بيطري الشعر جدا، بس لو اتحط لوحده يبقى لزج. مية الورد لأن ده اللي هيشيل اللزوجة بتاعت العسل الأبيض. وآخر حاجة عندنا زيت الزيتون اللي هو سورس طبيعي الفيتامين إيه ضد الأكسدة، فبيقوي قوي الشعر. طيب أنا هجيب كده شوية عسل أبيض أهو، مقدار معلقة، وطبعا العبرة بالتقليب. خلصت كده، فلازم نهدر شوية من الوقت في التقليب علشان خاطر ده هيدي النتيجة الصح كده. وهنقلب كويس قوي قوي لحد ما يبقى العسل مش لزج مش ستيكي. هقلبه كويس قوي، وبعد كده هحط حاجة صغيرة جدا جدا من زيت الزيتون. كده يبقى كله دخل في بعضه، وهقلبه بقى كويس قوي. ده هيبقى عامل زي سوليوشن او محلول للشعر. بقوم اقلبه كويس جدا، اللزوجة راحت خالص بتاعه العسل، بحطه في البخاخه بتاعه المكوى. الناس اللي ما عندهاش سبراي بوتل او ازازه سبراي، بحطه في بخاخه المكوى ويترش على الشعر. بجد بيلمع الشعر جدا جدا جدا. اخر ماسك للشعر هقول عليه، هو مرطب للبشره، انا اسف، اخر مرطب للبشره. هو متكون من حاجه بسيطه جدا، من زيت الزيتون والزبادي. سهله قوي قوي قوي، زيت زيتون وزبادي. بجي ده للناس كمان اللي عندها حبوب، ادي كده زبادي خلاص وزيت زيتون، هو اسهل حاجه في الدنيا كده. ما كترش من زيت الزيتون، احط كده، هقلب كويس قوي لحد ما يبقى عامل زي الكريم، ما يبقاش مكلكع كده 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 كده. اقلب كويس قوي 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 قوي. وطبعا ممكن يستخدم كلوشن للجسم. ادي نقطة منه اهي، حطيتها على ايدي كده، ولا زيت ولا في نفس الوقت كلكع ولا اي حاجة. ادي الشكل بتاعنا اهو، المنظر ده مش عارف بعمله ازاي، بس المهم ان هو ولا كلكع ولا زيت. دي كانت اخر فقرة معانا، هي فقرة الوصفة من فقرة مية ورد. ما تنسيش تبعتولي كل اسئلتكم واستفساراتكم على الانستجرام وعلى الفيسبوك. تحياتي حسام المراخي.